بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. حلقة جديدة النهاردة هتكون كالعادة إن شاء الله حلقة ممتعة. النهاردة ضيفي في الفقرة الأولى هيكون النجم الكبير كابتن ماهر همام، وفي الفقرة الثانية الثنائي أحمد ثابت وكريم سعيد، وتفاصيل فنية كبيرة وكثيرة على مدار الحلقة مع انطلاقة النادي الأهلي في الدوري الممتاز للموسم الجديد. الأهلي النهاردة بيفتتح الموسم وذلك للحفاظ على لقب الدوري المصري الممتاز بفوز رباعي على المصري البورسعيدي بملعب الجيش ببرج العرب زي ما حضراتكم شايفين. أهداف المباراة، مباراة وراء ولا أروع من جميع اللاعبين النادي الأهلي، وأجمل هدية من اللاعبين دول الجمهور الراقي اللي كان في المدرجات استاد برج العرب النهاردة. فوز ممتع ومقنع أداء ونتيجة كبيرة. أنت بتلعب فريق كبير النادي المصري، قدرت تكسبه 4-0. المباراة ما كانتش سهلة، ولكن الأهلي دايما بخير زي ما حضراتكم شايفين. الواحد مش عارف يقول مين ولا مين ولا مين النهاردة كان نجم المباراة، ولكن درجات الإجادة كبيرة جدا لكل نجوم الأهلي النهاردة، خصوصا بيرسي تاو. يعني إذا اتكلمنا فهنتكلم على من أحرز هدفين، هو بيرسي تاو، وبالتالي هو الأفضل وسط الأفاضل. يعني كلهم كويسين النهاردة الحقيقة، كلهم هايلين، كلهم رائعين، كلهم يستحقوا يعني أرقام جيدة جدا وكبيرة جدا. حتى كريم فؤاد اللي لسه يعني ما بقالوش أو أول ربع ساعة يلعبها النهاردة، ربنا كرمه بجون. الحقيقة حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة، ربنا بيكافئه على صبر لمدة 6 شهور ولا 7 شهور ولا 8 شهور كمان دلوقتي. فبالتالي كل حاجة حلوة النهاردة، كل حاجة إيه حلوة، كل حاجة إيه جميلة، كل حاجة. طبعا أعظم حاجة وأحلى حاجة الجمهور اللي حضراتكم شايفينه. جمهور النادي الأهلي كالعادة دائما ما يكون هو الأفضل والأعظم في كل شيء. تشكيل اللي اختاره مارسيل كولر، حتى التبديلات اللي عملها النهاردة مارسيل كولر هي تبديلات رائعة جدا. كل حاجة النهاردة يعني حتى اللعبة اللي نزلت في آخر 10 دقايق عملت أداء كبير. الحقيقة مش عارف أقول إيه ولا إيه ولا إيه. لو عايز أتكلم عن لاعب بعينه مش هقدر، هتبقى صعبة جدا، لكن نقدر نقول وبكل ثقة أن صفقات النادي الأهلي كانت على مستوى المطلوب فنيا. النهاردة نشوف إمام عاشور بشكل جديد ومختلف، روقان في الملعب، صناعة أهداف، ذكاء شديد، رؤية هايلة لزملائه في الـ3 أهداف، خصوصا الهدف الثالث لبيرسيتاو. إمام عامل الأسيست من قبل نص الملعب الحقيقة، ورؤية رائعة لبيرسيتاو. السهل الممتلع في هذه المباراة ده الهدف الثالث أمام حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين. لكن كل حاجة سهلة، ولكن هو بالفعل السهل الممتنع. اللعيب الكرة دي عايزة لعيب حريف، الكرة دي عايزة لعيب حريف. تحس إن إمام عاشور بيلعب في الأهلي بقاله 2 و3 و4 و5. وعايز أقول حاجة عن أنتوني مودست، بالرغم وجهة نظري يعني ان هو ما سجلش اهداف النهارده، لكن اداؤه مبشر، اداؤه مبشر بالنسبه لواحد ما لعبش مباريات بقاله 4 5 شهور او 3 4 شهور يعني. بس اللي لفت نظري بجد انه حتى من بدري، من قبل خروجه في الدقيقه 80 بيرجع وبيأدي دور دفاعي. كواليتي لعيب محترف وكبير، عايز جمهور الاهلي يستنى عليه. المكنه هتطلع قماش ما تقلقوش. لعيب رائع، شفنا بيرسي تاو مع موسيماني غير مع كولر. ان شاء الله مودست يكون، شفنا حسين الشحات مع موسيماني غير مع كولر، شفنا كل اللاعبين كريم فؤاد مع موسيماني غير مع كولر. اللي قاله كمان مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي عن مودست تحديدا، قال انه قاعد بقاله فتره، ده الكلام اللي كنت بقوله لحضراتكم، وان دي اول مباراه ليه مع النادي الاهلي. يعني هو لسه حتى لم يحفظ اسماء لاعبيه او زملائه، لكنه صنع اكتر من فرصه للتسجيل. الاجمل من كده الحقيقه حاله الانسجام الواضحه والروح العاليه عند كل اللاعبين، اساسي او غير اساسي. روح واضحه، قوه. بصوا على الاحتفالات وشوفوا الاهداف وشوفوا احتفالات اللاعبين بينهم وبين بعض.
عودة كريم فؤاد، عودة المصابين خلال الفترة المقبلة. النهاردة كريم بيسجل من جملة يعني تستمتع بيها الحقيقة وانت بتشوفها وبتتفرج عليها، اسيست بالكعب من أحمد عبد القادر اللي كان له قعدة وجلسة مع الراجل زي ما حضراتكم شايفين اهي الكرة قدامكم، يعني حاجة جميلة جدا وحاجة حلوة. يعني الكرة دي سهلة ان هي تيجي في ايد محمود جدو ويمسكها سهلة، ولكن ربنا بيقول لكريم فؤاد انت صبرت 6 شهور وبالتالي ربنا بيعوضك. شايفين اللعيبة كلها بتجري عليه واللعيبة كلها الحاجات دي، خلي بال حضراتكم الحاجات دي بتبان من أول يوم. خدوا بال حضراتكم اللي حضراتكم شايفينه ده انعكاس لما يحدث في غرفة الملابس. دايما لما باجي اتكلم عن غرفة الملابس بقول ان هي الاساس في كل شيء، اوضه اللبس هي الاساس في كل شيء. لما امام عاشور اتخانق مع الشناوي زي ما واحد طلع ضرب الإشاعة، يعني ما تفهمش، يعني انا برضو من امبارح لغاية النهاردة كل شوية اسأل هو كابتن محمد فاروق ازاي يقول حاجة زي دي وهي لم تحدث، لم تحدث اطلاقا. مش انا لوحدي اللي كذبت، ناس كتيرة جدا كذبت في هذا الامر. خلينا نبدأ أولى فقراتنا، فقرة حائط صد. النهارده حائط صد الحقيقة لها أهمية كبيرة جدا، ورغم فرحتنا الكبيرة النهارده بفوز النادي الأهلي العريض على النادي المصري 4-0، ولكن احنا يعني ما بقيناش ملاحقين على كمية الشائعات والأخبار المضروبة. زي ما حضراتكم شفتوا أخبار مضروبة من أحد البرامج وأخبار كلها كذب وتدليس، كذب وتدليس من ناس هي هذه أو هؤلاء الناس غير صادقين. الناس دي غير صادقة، محدش بيصدقهم. مش هقول كذابين لأنه ما أقدرش أقول هذا الكلام، ولكن هم غير صادقين. خلال الساعات الماضية إشاعة مضروبة عن تغريم كهرباء، لكن الحقيقة أنا هنا بشكر كابتن خالد بيبو لأنه جه الرد بسرعة. مدير الكورة كابتن خالد مدير الكورة بالنادي الأهلي اللي قال إن كل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن توقيع غرامة مالية عن كهرباء بدعوى عدم التزامه هو كلام عاري تماما من الصحة، وهو استمرار لمسلسل الشائعات الكاذبة. حضراتكم عارفين مين اللي بيقول هذه الإشاعات، هو إنسان غير صادق، غير صادق، مش هقدر أقول أكتر من كده. إشاعات كاذبة وشائعات كلها غير صادقة تهدف من إنسان غير صادق لا يحترم مشاهديه لهز استقرار الفريق مع بداية الموسم الجديد، وهو لم ولن يحدث بإذن الله. هنفضل هنا نوري لحضراتكم الكذابين، نوري حضراتكم المدلسين، نوري حضراتكم الناس اللي بتكذب وتقول أي كلام، وعلى فكرة بطريقتنا وبأسلوبنا وبأسلوب النادي الأهلي. أنا عمري ما هتجاوز على حد ولن يصدر عني أي كلام غير سليم، عشان تبقوا حضراتكم عارفين أنا عمري ما هروح لهذا الاتجاه أبدا أبدا أبدا، لأنه الشعار اللي بنخش فيه في بدايته اللي هو شعار النادي الاهلي بيلزمنا باشياء كثيره جدا جدا جدا، ولكن في نفس الوقت سيظل هذا البرنامج وغيره، ستظل قناه النادي الاهلي بالكامل هي حائط صد لكل ما يحدث ضد النادي الاهلي. فانا بشكر مره اخرى كابتن خالد بيبو على سرعه رده، لانه الحقيقه الحكايه خلاص اصبحت يعني صعبه على يعني على اللي احنا بنشوفه. كل يوم بنشوف إشاعة جديدة وكل وزهقنا وبنتكلم وبنقول يا جماعة فلان ده بيكذب، فلان ده ما بيقولش الحقيقة. وبالمناسبة لما بيطلع يقول الحقيقة ما حدش بيتكلم، ولكنها ليست الحقيقة. لم يحدث للمرة المليون اهو، لم يحدث أي شيء ما بين إمام عاشور وما بين محمد الشناوي. كهربا لم يتم تغريمه بناء على كلام كابتن خالد بيبو مدير الكورة. يا جماعة القنوات يجب أن تراقب برامجها، أو إدارة القنوات يجب أن تراقب برامجها، لأنه كل جمهور النادي الأهلي دلوقتي بيبعد عن قنوات بعينها، لأنه اللي بيطلع يتكلم هو بيطلع يتكلم كله هبد، هم بيسموها كده.
انا اسف ان انا بقول هذه الكلمه، ولكن هو بيتقال كده على السوشيال ميديا ان هو كله هبد. ماشي، بحاول استخدم لغه السوشيال ميديا شويه. كل الكلمات اللي كانت بتطلع كانت كلها غير صادقه، واحنا ما بنبصش لهذا الكلام الفارغ الحقيقه، ولكن احنا ردنا دائما بيكون النادي الاهلي مش اسلام، ردنا بيكون في الملعب. انا دايما اتعلمت كده. شفتوا امام عاشور، ايه راي حضراتكم؟ الخناقه بينه وبين الشناوي واضحه، واضحه. يعني اولي وللمره المليون اخبار مضروبه، وماشي يعني انتوا قولوا اخبار مضروبه، واحنا نطلع نقول لمصر كلها والكل اللي بيتفرجوا علينا، او نعريكم قدام، او نكشف الكذب قدام مصر كلها، قدام مصر كلها بنقول. الحقيقه عجبني جدا الكابتن سيف زاهر امبارح ولا اول امبارح، في بعض الاوقات بنختلف، ولكن كابتن سيف زاهر عجبني جدا امبارح، وفي كلامه وفي عرضه لما حدث في موضوع محمد الشناوي وامام عاشور، العكس تماما عن ما قاله كابتن محمد فاروق. سبحان الله. كابتن شوبير امبارح انا يعني شكرته على الهوى لانه كذب الامر مباشره لما طلع برضه الغير صادق او بعض الغير صادقين اتكلموا وقالوا كذا وكذا وكذا، فكابتن شوبير طلع على طول، يا جماعه قلت ده فين؟ هاتوا الفيديو. ما حصلش طبعا، الكابتن شوبير بيقول اخبار سليمه 100%. كابتن سيف زاهر الحقيقه امبارح في كلامه مهم جدا جدا ان تعرفوا ان جزء يعني ان لم يكن كله سليم 100%. فانا بشكره وبشكر اعداده وبشكر اعداده ليه؟ لانه بحث عن الحقيقه. بشكر اعداد كابتن سيف زاهر لان هم كابتن سيف ما عندوش اغراض، بالمناسبه في بعض الاوقات بينتقد الاهلي، ولكن كابتن سيف وهو بيتكلم ما عندوش اغراض، مش عايز الاهلي يقع في 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 موضوع امبارح تحديدا. يعني لو الانتقادات موضوعيه اللي بينتقد بنسيقه، يعني قولوا اللي انت عايزه واللي انت عايزه تقوله، ولكن ما عندوش اجنده، ما عندوش اجنده زي غيره. كابتن شوبير طبعا يعني مش انا اللي هتكلم على كابتن شوبير ولا هقدر اتكلم على كابتن سيف، ولكن انا بتكلم على حاجه حصلت امبارح الحقيقه قدامي وقدام مصر كلها والناس كلها شافتها. فعشان كده قول زي ما تقول، قول زي ما تقول واعمل زي ما تعمل، محدش هيصدقك ومحدش هيتفرج عليك ومحدش هيبص لك. وخلي بالك انا مش هرد عليك تاني، مش هرد، مش انا، محدش في الاهلاويه كلهم هيرد عليك تاني. خليك انت يعني دايره، قول الكلام ورجعه لنفسك، قول الكلام ورجعه لنفسك. مين الكلام؟ خلي بالك الجمهور عارف مين الصادق ومين الغير صادق مهما كان الاسم يعني. فانت جمهور الاهلي تحديدا عارف مين اللي بيكذب ومدلس ومين الغير صادق ومين الصادق. ف مش ده اللي بيحصل عندنا في الاهلي، وزي ما قلت لكم احنا اكبر من الكلام ده، احنا عندنا تقاليد ولوائح بتسري على الكبير والصغير، ما عندناش خناقات، بس احنا عارفين ان في خناقات كتيره بتحصل في انديه اخرى، ولكن انا ما عنديش، ولو حصلت خناقه معروف مين اللي غلطان، في لائحة بتطبق من غير وجع دماغ ومن غير أصل ده مسك في ده والكلام ده، عمرها لن تصل إلى الإعلام أساسا، ولو وصلت ده شيء طبيعي جدا إن احنا نشوف اتنين بيتخانقوا مع بعض. أتمنى إن الناس دي تطلع تتكلم عن مثلا امبارح الحقيقة في ماركا الأسبانية نشرت حوار يعني ورجعت عملته تاني، الكلام كان يمس كرة القدم المصرية ومش أول مرة يعملها أو يعملوها خلال هذه الفترة. يعني أنا شخصيا ما بحبش المدرب اللي بيتكلم على لعبته مهما كان الحقيقة، ولكن أوكي أتمنى. على فكرة ده اختبار للحيادية في التناول. الأستاذ اللي قال هذا الكلام هيطلع يقوله؟ اللي قال الكلام على الأهلي، الكذب اللي عن الأهلي هيطلع يقول هذا الكلام الواضحة اللي مكتوبة؟ عموما يعني خلينا نعدي هذا الامر ونبقى مبسوطين النهارده. خد بال حضراتكم انه النهارده احنا كسبنا 4-0، كسبنا نادي كبير زي النادي المصري، ايوه فعلا، ولكن احنا عندنا افضل من كده، كل هؤلاء اللاعبين عندهم افضل من كده.
عندهم افضل من كده. وانا متاكد ان ان شاء الله ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه دول الفتره اللي جايه دي هنلاقي هؤلاء اللاعبين في افضل حالاتهم ان شاء الله ان شاء الله. وايضا اخر حاجه بس هقولها في هذه النقطه، نتمنى ان تكون هناك رقابه داخليه في القنوات اللي المفترض انها محايده، لانه على برامج الناس اللي بتظهر على شاشتها، وزي ما قال كابتن خالد بيبو ده كلام كله كذب، كذب في كذب في كذب وكذب مفضوح كمان. خلينا نذهب الى فقرتنا الثانيه، فقره بالعقل. هو ليه بيحصل كل اللي اتكلمنا فيه في فقره حائط صد؟ هقول لك، ولكن بالعقل. لو شفت النهارده الاهلي وهو نزل الملعب في اول مباراه في الدوري الممتاز الجديد وعلى ظهر راعي جديد، طب اقول ايه؟ اقول ايه؟ مهما تحاول ان تضرب اخبار تهز بيها استقرار النادي الاهلي، ها؟ مش هتعرف. الاهلي ماشي في كل الملفات ومركز في شغله. لما نشوف الرعاه في هذا الموسم والنجاح الكبير للشركة المتحدة وللنادي الأهلي في تسويق حقوق رعاية الفريق، هنعرف ليه في ناس بتحاول إن هي تهز استقرار النادي الأهلي. الأهلي بيشتغل وبينجح وبيطلع لقدام وباصص للمستقبل، مستقبل فقط. حطينا شاي، أنا بشربه بالمناسبة، بشرب شاي. حطينا الشاي تاني وراعي. خلي بالكم الموضوع انتهى بقاله اقل من 24 ساعة، ولكن لانه اولى مباريات الدوري لازم ابقى موجود على ظهر النادي الاهلي، شركة ليبتون، شاي ليبتون، حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة جدا. شايفينها ولا مش شايفينها؟ ايه رأي حضراتكم؟ راعي خامس مش عارف، ولا سادس ولا سابع، ولا مش عارف الحقيقة. هنعد، عايزين نعد على ايدينا، واحد اتنين تلاتة اربعة واتنين على الكتفة، دي ستة. يا مسهل يا رب. احنا عايزين النادي الاهلي التيشيرت بتاعه تبقى كلها رعاة. وللأسف هناك البعض عشان مش قادرين يحققوا نفس هذا النجاح اللي النادي الاهلي بيحققه، بيحاولوا يصدروا مشاكل للنادي الاهلي ويطلعوا اشاعات على النادي الاهلي وصفقات النادي الاهلي. خلي بالكم موضوع امام عاشور لم ينتهي ولن ينتهي. يعني ايه؟ يعني السنة كلها هتلاقي الكلام اللي حصل من اول امبارح. لكن كل جمهور النادي الاهلي فاهم اللعبه دي كويس، وعشان كده بيدعم لاعبته وفرقته وسايب الرد دايما يكون في الملعب. وده اقوى رد على كل الاشاعات اللي بيطلعها البعض، لانه في النهايه الرد بيكون بالنجاح، بالانتصارات في الملعب. ومهم جدا جدا نعرف راعي أن هناك راعي جديد بينضم للنادي الأهلي في هذه المسيرة الكبيرة جدا والطويلة جدا. وبالمناسبة الأمور لم تنتهي. يعني إيه يا عم إسلام الأمور لم تنتهي؟ يعني الفترة اللي جاية من الممكن جدا أن حضراتكم تلاقوا رعاة جدد بينضموا للرعاة الموجودين الآن على تيشيرت النادي الأهلي. ليه؟ عشان النادي الأهلي ده نادي فاشل؟ عشان النادي الاهلي ده عنده امام عاشور بيتخانق مع الشناوي؟ عشان النادي الاهلي عنده كهربا مخصوم منه 100,000 جنيه على السوشيال ميديا بس، وخناقه امام والشناوي خناقه في خيال المؤلف فقط، واصل النادي الاهلي هو ده؟ لا طبعا، كل ده غلط. كل ما هيكون الهجوم زياده احنا هنطلع نرد، والجمهور هيطلع يرد، واللعيبه هتفضل مركزه في الملعب، والاداره هتفضل مركزه مع الشركه المتحده اللي انا بشكرها جدا جدا على هذا المجهود الكبير في تسويق حقوق رعايه النادي الاهلي، وهذا النجاح الرائع والكبير في هذا التسويق المحترم الحقيقه لهذا النادي. اسم النادي الاهلي يجيب، ولكن ايضا المجهود اللي بتعمله الشركه المتحده واضح على كل حاجه الحقيقه. فبالتالي النادي الاهلي يظل دائما هو النادي الأفضل والأنجح، مش بالكلام ولكن بالانتصارات، سواء داخل الملعب أو على تيشيرت النادي الأهلي. طيب خلينا ننتقل إلى أحد نجوم النادي الأهلي الكبار في الزمن الماضي، النجم الكبير كابتن أمير عبد الحميد. ازيك يا أميرو؟ كابتن إسلام ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ وحشني. أخبارك يا حبيبي؟ كله تمام؟
كله تمام والله الحمد لله. اخبار الانتاج الحربي ايه وحراسة المرمى في الانتاج الحربي ايه؟ والله يا كابتن اسلام، طبعا انا ببارك في البدايه طبعا للنادي الاهلي على ماتش النهارده، وماتش كبير ضد فريق برضه كبير ومعاه جهاز فني وجمهور كبير، لكن النادي الاهلي طبعا يعني زي ما قلت قبل كده هو سن السكاكين. يعني انا قبل كده ناس سالتني على الماتش السوبر، واكيد هنتكلم حضرتك اكيد هتسالني عليه وهنتكلم فيه، لكن النادي الاهلي طبعا اكيد لما انت حضرتك عارف يعني ايه النادي الاهلي يخسر ماتش او يخسر بطوله، اللي بعد كده بيبقى صعب جدا على الفرق الثانيه سواء في الدوري او في افريقيا او اي فريق يقابل النادي الاهلي. النادي الاهلي لا يقبل بالهزيمه ولا يقبل التعادل، انت عارف دايما النادي الاهلي بيلعب على الفوز. بالنسبه طبعا انا موجود دلوقتي زي ما حضرتك قلت ان انا موجود مع الجهاز الفني في الكابتن مصطفى عبده والكابتن عبد السلام نجاح والكابتن مصطفى والعميد احمد المهدي، موجودين في الانتاج الحربي الحمد لله عاملين شغل كويس، وان شاء الله الدوري هيبتدي يوم 12 باذن الله. والاجوان عندنا الحمد لله برضو على اعلى مستوى، عندي اربع حراس مرمى الحمد لله على مستوى عالي، سواء احمد عبد الفتاح وشبيشي وياسر واحمد سالم، الحمد لله عندنا جوال حراس مرمى ممتازين، ومعانا عبد الرحمن برضه في 2003. ان شاء الله رب يكون التوفيق لينا ان شاء الله الانتاج الحربي يصعد تاني لاضواء الشهره وفي الدوري ممتاز باذن الله. ان شاء الله يا كابتن امير. امير النهارده شفت مباراه الاهلي والمصري ازاي؟ وكلين شيت اول لمحمد الشناوي في اولى المباريات. اكيد طبعا، انت النهارده كابتن انت بتاع فريق برضو كبير طبعا مدعم صفوفه بلعيبه مميزه في الدوري العام، كابتن علي ماهر طبعا مدرب ممتاز ومعاه جهاز فني ممتاز، معاه جمهور اكيد بيساند، ولكن زي ما قلت النهارده دوافع النادي الاهلي اكبر، دوافع شخصيه النادي الاهلي اقوى طبعا. انت عارف كابتن اسلام النادي الاهلي دايما في كل مباراه بيلعب كانها بطوله، النادي الاهلي بدا السيزون بطوله ما كانش موفق فيها، ولكن في نهايه المطاف دي بالعكس يعني ده ادى يعني حماس كبير جدا للجهاز الفني وللعيبه، واكيد الجمهور بيساند، واكيد مجلس الاداره كان ليه دور كبير جدا ان النهارده اللعيبه تطلع من الحاله النفسيه اللي هم كانوا فيها في ماتش اتحاد العاصمه في السوبر الافريقي. النهارده اللعيبه ادت بشكل كويس جدا، التغييرات كانت ممتازه، كله كان مركز، الدوافع النهارده كانت كبيره. النهارده طبعا النادي الاهلي بيلعب بطوله جديده، لازم يبدا بشراسه ولازم يبدا بشخصيته. شفنا الماتش النهارده، شفنا اللعيبه الصفقات الجديده اللي موجوده في النادي الاهلي عملت ايه. انت عارف يا كابتن اسلام بعد اي هزيمه الناس بتطلع تتكلم وتنتقد، وبعد السوبر اكيد الناس انتقدت سواء الصفقات او مستوى اللعيبه او التغييرات، لان طبعا النادي الاهلي نادي كبير يا كابتن اسلام وجمهوره عظيم وكبير، فبالتالي اكيد الفرق الكبيره او النادي الكبير او النادي الناجح او البني ادم الناجح اكيد الناس ما بتصدق ان هو يحصل حاجه، بيبتدوا يتكلموا ويرغوا كتير قوي في الحته دي. فانا شايف ان هذا اللقاء بدايه كويسه جدا، بدايه سيزون كويس، بدايه دوري ممتاز لفريق النادي الاهلي، وشويه شويه طبعا الصفقات والانسجام اكيد هيبقى موجود. النهارده الراجل بيجرب كل الناس، النهارده ما عندوش مشكله مين يقعد، ما عندوش مشكله مين يبدا، الحمد لله النادي الاهلي عنده سكواد كبير جدا، لان طبعا النادي الاهلي داخل وعارف ودارس ان انا النهارده بلعب كل ثلاث اربع ايام ماتش، فبالتالي محتاج كل اللعيبه، في جهاز فني محنك عنده خبرات كبيره جدا، فكولر والجهاز الفني اللي موجود كابتن سامي ومصطفى وكابتن خالد بيبو، كل الناس تشتغل صح، كل الناس بتأدي بشكل كويس. فالنهارده النادي الاهلي طبعا سيطر على اللقاء، قدر يستغل كل الفرص اللي كانت موجوده. شفنا النهارده امام عاشور ادى بشكل كويس جدا، شفنا رضا سليم ادى بشكل كويس جدا، كل اللعيبه بصراحه بس وكل اللعيبه كان النهارده ادوا بشكل كويس، رغم ان في غيابات يا كابتن اسلام النهارده طبعا مظبوط بابا وحسين لعيبه مهمه جدا جدا جدا، ولكن النادي الاهلي سيظل النادي الاهلي هو اكبر الانديه، سيظل عنده لعيبه على اعلى مستوى، عنده خبرات كثيره جدا، وانت من ضمن الرغي هتلاقي فيه رغي كتير جدا، ان انت عارف الهزيمه بتلاقي الناس بتتكلم، الناس طلعت بره الفنيات واتكلمت عن ان كان في مشكله مع الشناوي مع امام مع كهربا، وطبعا ما فيش الكلام ده، والنادي الاهلي دايما يعني عنده لعيبه على خبرات كبيره جدا سواء بره الملعب وجوه الملعب، ومهم جدا الاوضه يا كابتن اسلام، لعيبه ممتازه، لعيبه على اعلى مستوى،
وخلي بالك النهارده الناس كانت بتتكلم عن امام عاشور، امام عاشور النهارده لما بعد القصه اللي حصلت الوهميه اللي الناس اتكلمت فيها اتكلم على الشناوي وقال لك ان هو نجم كبير وقائد، واتكلم معايا في مصلحتي لبعد كده ان انا ما ازعلش ان انا لسه قدامي مستقبل ولسه قدامي بطولات هاخدها مع النادي الاهلي. فانا شايف النادي الاهلي يعني منظومه كبيره جدا، جهاز فني على اعلى مستوى، اداره محترمه جدا وقت الظروف اللي مش كويسه اللي فيها الاداره شايله العامل النفسي ليها دور كبير جدا مع اللعيبه. اللعيبه النهارده فصلوا خالص تماما، الصفحه انتهت بتاعت السوبر، بدايه دوري جديد، منافسه قويه، الفرق بتدعم، لكن النادي الاهلي تظل هو اقوى الفرق، واكيد النادي الاهلي مرشح بقوه للبطوله ان شاء الله. الشناوي واول كلين شيت في اول مباراه. الشناوي حارس كبير جدا وحارس عظيم، وبقاله فتره كبيره جدا مش من الدوري السنه دي، وكذا مره عمل كلين شيت سواء في بطوله افريقيا او في يعني في بطولات مهمه جدا، لكن انا شايف ان هو بيأدي بشكل كويس جدا، مركز جدا. كلين شيت يحسب له النهارده ويحسب للناس المجموعه اللي كانت موجوده، الدفاع والهجوم كل الناس كانت موجوده اكيد بيساندوا، ولكن انا شايف ان هو هيأدي السنه دي بشكل كويس، ومعاه حراس مرمى على اعلى مستوى، وان شاء الله ربنا يوفقه الفتره الجايه، لان هو طبعا لما يكون فايق وهادي اكيد بيسعدنا كلنا. طبعا. على الجانب الاخر شفت محمود جاد ازاي؟ جاد كان طبعا هو عارف ان هو بيلاعب فريق كبير، عارف ان هو بيلاعب فريق ما عندوش تعادل ولا هزيمه، بيلعب دايما على المكسب، اكيد في ضغط في اول من اول دقيقه لاخر دقيقه. كان ماشي كويس في البدايه، ولكن طبعا زي ما قلت توافع النادي الاهلي النهارده وتركيز اللعيبه وادوا بشكل كويس، فطبيعي ان هو هيكون عليه ضغوطات كبيره جدا، اكيد في الضغوطات دي والضغط الكبير ده اكيد هيحصل فيه اخطاء، وانا شايف ان هو يعني ما يسالش غير على الهدف الاخير بس، الاخير بس استعجل في التراي. استعجل في التراي ولعب على التوقع، وكان لازم يشوف الكره احسن من كده وافضل من كده، كان لازم يثبت اكتر من كده، لكن هو حارس كويس وحارس ممتاز، اكيد هيتعلم من الاخطاء واللي جاي هيبقى احسن بالنسبه له ان شاء الله. المباراه القادمه امام سان جورج بتشوفها ازاي؟ طبعا مباراه اكيد صعبه، انت عارف الماتشات كلها بتبقى صعبه، ماتشات افريقيا كلها كانت بتتسام بظروفها، بتبقى مختلفه اجواء والى اخره، ولكن النادي الاهلي زي ما قلت النادي الاهلي يمكن رب درجه النافعه ان النادي الاهلي ما خدش البطوله دي، ده هيخلي اللعيبه تهز على اسنانها ويسيب له السكاكين للي جاي، اكيد مش هيقبلوا باي هزيمه، فانا شايف ان دي تبقى بدايه افريقيا، لان النادي الاهلي دايما متعود على بطوله افريقيا، متعود دايما على ان هو يلعب كاس العالم للانديه، فانا شايف ان الدوافع هتبقى اكيد للنادي الاهلي، ولكن الماتش مش هيبقى سهل، ولكن اتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في المباراه القادمه ان شاء الله باذن الله. هل يمكن تقييم مودست بعد اول 80 دقيقه؟ لا طبعا ما ينفعش اقيمه، راجل سي في كبير جدا، الراجل لسه لسه داخل مع التيم، انا اعتقد من وجهه نظري ان هو ممكن كمان لسه ما تعرفش على اللعيبه. وقال كده كولر، قال كده. يعني لسه انت عارف يا كابتن اسلام، يعني غير لما يكون لعيب مثلا جاي من الدوري عارف لعيبه زي امام مثلا، عارف اللعيبه، رضا الصيف عارف اللعيبه من خلال النادي الاهلي بيلعب في افريقيا مظبوط، بيلعب في الدوري اكيد عارف اللعيبه كلها، خلاص انت دلوقتي اللعيبه كلها دوليه، ولعيبه النادي الاهلي معروفه على مستوى العالم دلوقتي من خلال كاس العالم او افريقيا الدوري، فبالتالي مودست كان راجل كان اتجاهه في حته لقى نفسه في اتجاه تاني خالص، يعني هو كان في اوروبا خالص دلوقتي دخل في افريقيا بيلعب، طبعا جاي بدوافع اكيد كبيره لان هو بيلعب في نادي كبير عنده دوافع كبيره اكيد، واحده واحده هيخش في الـ في الـ في الانسجام وهيخش مع اللعيبه، انا متفائل في خير ان شاء الله الفتره الجايه، لان طبعا في منافسه قويه، عنده فرصه يلعب، اكيد لعيبه النادي الاهلي هتقدر تساندوا في المباريات، واعتقد ان هو لما يدخل واحده واحده هيبقى ليه دور كبير جدا في هجوم النادي الاهلي الفتره الجايه، وطبعا لحد ما يجي عوده كهربا، واعتقد ان يعني التنافس هيبقى قوي جدا، ولكن هو خامه كويسه جدا، لعيب عنده خبرات ولعيب لعب في اكبر المستويات في اوروبا وبيلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي معاه جمهور كبير، اعتقد ان هو الفترة الجاية مع الانسجام هيبقى ليه دور كبير جدا مع الفريق ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن امير عبد الحميد نجم النادي الاهلي السابق، شكرا جزيلا لوجودك معنا. النهارده هنعمل فقرة، أو موجود معانا فقرتنا، فقرة موجودة معانا دائما، هي فقرة الأسطورة
الأهلوية. خليني أقول مع حضراتكم حاجة مهمة جدا. النهاردة من امبارح الحقيقة، امبارح والنهاردة البداية مبشرة للتحكيم المصري. أهو هذا البرنامج كان عندما يكون هناك أخطاء واضحة ضد النادي الأهلي أو عموما الحقيقة كنا دايما بنتكلم، ولكن النهاردة البداية مبشرة سواء في مباراة امبارح بنك الأهلي أو زد والإسماعيلي النهاردة أو الأهلي والمصري، يعني الأهلي والمصري. كابتن إبراهيم نور الدين ضربة الجزاء عليها كلام بتاعت الإسماعيلي، لكن خلاص تعدي ماشي. لكن عموما بشكل عام لا، المباراة التحكيم المصري بداية مبشرة حتى الآن، معرفش بكرة هيحصل إيه. فإحنا في ظهركم وفي ظهر التحكيم، وهنفضل واقفين في ظهر التحكيم، أنا شخصيا هفضل واقف في ظهر الخبير الأجنبي عشان ما نرجعش مرة تانية لعصر الاحتواء وعصر الكلام اللي ما يصحش إن هو يتقال. وهنا أنا لما بقول كده أنا ما بتريقش على حد بالمناسبة، والله ما بتريق على حد، ولكن ما احنا سألنا 100 مرة يعني هل في حاجة اسمها احتواء؟ قال لك لا. هل في حاجة اسمها روح البروتوكول؟ قال لك لا. العالم كله بيقول لا. ما فيش غير حد أو اتنين أو تلاتة هم اللي قالوا هذه الكلمة. فمش عايزين نرجع تاني لعصر الاحتواء وعصر روح البروتوكول. كلنا في ظهر الحكام علشان نصل لمستوى جيد، مش للنادي الأهلي ولكن لكرة القدم المصرية. الأخطاء حتى الأخطاء ليها مسطرة. نتمنى إن ده يحصل خلال الأيام أو خلال المباريات القادمة كمان إن شاء الله. وصلنا دلوقتي لفقرة أخبارنا، أخبار البيت الكبير. هنطلع نشوف التقرير، دائما نعرف آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية. ومن بعد كده فاصل، ومن بعد الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن ماهر همام وحوار فني خالص مع النجم الكبير كابتن ماهر همام في البيت الكبير. جولة في أهم الأخبار المحلية والعربية والعالمية، نبدأها من أخبار القلعة الحمراء. نفى الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي كل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن توقيع غرامة مالية على اللاعب محمود كهربا بدعوى عدم التزامه، مشددا على أن كل ما قيل هو كلام عار تماما عن الصحة، واستمرارا لسلسلة شائعات كاذبة تهدف لهز استقرار الفريق مع بداية الموسم الجديد. حقق فريق ناشئي الأهلي مواليد 2005 فوزا برباعية نظيفة على ناشئي فريق سموحة ضمن منافسات بطولة الجمهورية. سجل الرباعية كل من فارس خالد ومحمد رأفت ومحمد عبد الله ويوسف جمال. خاض فريق الأهلي لكرة السلة أولى تدريباته في سنغافورة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية انتركونتيننتال بمشاركة أندية فرانك البرازيلي وإغنايت الأمريكي وبون الألماني وجولدن بولز الصيني والمنام البحريني. خضع لاعب فريق الأهلي لكرة السلة لجلسة التصوير الرسمية الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام خلال الفترة من 21 إلى 24 من الشهر الحالي في سنغافورة. عقد الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق كرة السلة للرجال جلسة مطولة مع الكابتن طارق الغنام مدير الفريق للاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بالبعثة وكافة الأمور المتعلقة بالإقامة ووسائل الانتقال من الفندق إلى صالة التدريب. أخطر فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري مديري الكرة والإداريين بالأندية في الدوري الممتاز بأنه سيتم تطبيق الوقت بدل الضائع بالشكل الذي حدث في المونديال الأخير وبقية البطولات حيث وصل لعشرة دقائق في بعض المباريات، كما سيتم منح دقيقة للاعب المصاب وأخرى للاحتفال بالهدف وثلاثين ثانية لإجراء التبديل، كما طلب عدم الاعتراض على الحكام بشكل مستمر. استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على تولي المستشار طاهر زكريا عبد المنعم الخولي منصب رئيس لجنة فض المنازعات بالاتحاد، وتبدأ لجنة فض المنازعات مهام عملها بالتزامن مع بدء الموسم الكروي الجديد. حقق فريق العين الإماراتي فوزا بثلاثية نظيفة على بختكور الأوزبكي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى للنسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، ومنح الاتحاد الآسيوي لابا كوجو لاعب العين جائزة نجم المباراة.
حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي حلم طفل إيراني بكى بعدما فشل في مقابلة الدون خلال وصوله إلى العاصمة الإيرانية طهران. ونشرت الصفحة الرسمية لنادي النصر مقطعا مصورا للطفل أثناء لقائه مع رونالدو والتصوير معه في غرفته بمقر الإقامة. أعلن نادي الغراف القطري رسميا ضم الشاب فابريزو دياز إلى صفوفه قادما من ليفربول مونتيديفيو الأورجواني بعقد يمتد إلى 5 سنوات. أكد ميكيل أرتيتا مدرب فريق أرسنال الإنجليزي أن نجمنا المصري محمد النني لاعب الفريق اقترب من العودة للملاعب، مشيرا إلى أنه في المراحل الأخيرة من عملية التأهيل وذلك عقب الإصابة المطولة التي لحقت به، مشيرا إلى أن فريقه سيكون أمام اختبار صعب يوم الأربعاء أمام أيندهوفن الهولندي في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا. أشارت تقارير صحفية أن مدرب بايرن ميونخ السابق يوليان ناغلسمان سيخلف مواطنه هانز فليك على رأس الجهاز الفني للمنتخب الألماني بحسب ما أكدت صحيفة بيلد. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، خلوني أرحب بضيفي في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك كابتن؟ كابتن إسلام شرف ومنور. ربنا يبارك لك. يعني سعداء بك الأسبوع ده مرتين، مرة مع كابتن حلمي ودلوقتي مرة كابتن حلمي في التليفون. يعني دي حلقة كابتن إسلام عايز أحييك عليها اللي أنت بتناقشها كمان أهو، بتتفرج على القضايا الاثنين. طبعا قضايا جميلة جدا جدا جدا، وفعلا يعني بحييك على التجديد في المواضيع اللي بتخص كرة القدم اللي احنا فعلا محتاجينها بقالنا سنين. محتاجين ايه تاني يا كابتن نتكلم فيه؟ القضايا اللي من وجهة نظرك يعني يوم الاثنين اللي جاي نفتح قضية ايه من وجهة نظرك يعني؟ انا في رأيي يا اسلام يعني في موضوع كده يعني بيدور في دماغي، حتة الخبرة اللي بقت مش موجودة في خبرة؟ اللي مش موجودة في المنظومة الرياضية. المنظومة الرياضية. يعني هقول لك على اسماء احترافيين اصحاب هذه المهنة قاعدين في البيت بقالهم 3 سنين. هنذكر بالاسماء كده وهم اولادنا، يعني كابتن مختار كابتن محمد عامر كابتن رمضان السيد كابتن عادل عبد الرحمن كابتن اسامه عرابي يعني علاء ميهوب لسه داخل مجدي طلبه يعني واسماء انا شايف ان الاسماء دي يا اسلام لما بيتوكل ليها مهمه خد بالك بتعمل طفره بشكل كبير جدا في المنظومه، في كلهم عملوا طفرات من ضمن الامور اللي كنا بنتكلم فيها في يوم الاثنين يا كابتن. وقلنا قضيه المدرب المصري ما بين الاقاله والاستقاله. ايوه. اتكلم الكابتن عبد الناصر محمد وقال، والكابتن حشيش الحقيقه ايضا قال ان اصبحت المدربين او اصبح تعيين المدربين من خلال الوكلاء. والوكلاء هم اللي لهم الدور الكبير في تعيين المدربين وتدوير المدربين. خلي بالك وحاجه اسمها ايه، مش شغلتني هشغلك بقى. يعني انت شغلتني وجبتني في نادي اكس فاشغلك واجيب اللعيبه من عندك. بالظبط، ما دي كمان برضك قضيه صعبه جدا. انك انت هتدور المدربين اللي انت يعني تابعك انت، وفي نفس الوقت كمان هتختار لهم اللعيبه، فهننجح ازاي؟ انا برضك عايز اقول بالنسبه لرؤساء الانديه طبعا بعيد عن النادي الاهلي، طبعا كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته ولجنه التخطيط على اعلى مستوى ودرايه بشكل كبير وتخصص على اعلى مستوى. يا ريت الناس تتعدي من منظومه النادي الاهلي، يا ريت الناس تشتغل زي منظومه النادي الاهلي. يا ريت اسماء الحقيقه كبيره جدا حقيقي والله يا اسلام. أيوة ده قضيه. وحد كابتن مختار ده حد يعني يختلف عليه، قضية كابتن محمد عامر حد يختلف عليه، كابتن مجدي طلبه حد يختلف عليه، كابتن عادل عبد الرحمن صراحة. كابتن اسامه كلهم كابتن ربيع مؤثرين بشكل، وكابتن ربيع ياسين مؤثرين بشكل كبير جدا جدا في ارتقاء وتطوير ونجاح منظومه كره القدم في مصر. صحيح صراحه يعني مع احترامي اللي موجودين على الساحه. لا طبعا طبعا اللي موجودين على الساحه كلهم كل زمايلي وكلهم اصحابي وكلهم مدربين على اعلى مستوى، لكن حته الخبرات حتى في قطاع الناشئين. كابتن حلمي حتى حلمي موجود معاك ضيف امبارح، حلقه من الحلقات القويه جدا. أيوه. بصراحه صحيح. الراجل اتكلم بشفافيه واتكلم بعداله واتكلم على ان الجانب الخبره ده له دور كبير جدا جدا. وانا عايز اقول لك يا اسلام ان الخبره مع 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 الوسط مع الدم الجديد هم اللي بيعملوا المنظومه بشكل كبير. كل طبعا. الناس بتستفاد. انا من غير خبره فريق الكوره كانت حضرتك بتتعامل بالثلاثه دول، حتى فريق الكوره بنتعلم منكم كده. النهارده النادي الاهلي بيجمع بين الخبرات والوسط والدم الجديد، وسبحان الله يعني شوف النادي الاهلي في حته تاني. فانا عايز اقول لك كمان حتى المنظومه الرياضيه محتاجه كده، المنظومه الاداريه محتاجه كده. يعني اقول لك من ضمن الحاجات برضك النادي الاهلي هنفضل يعني هو النادي الاهلي طبعا. يعني النادي الاهلي زمان لما موضوع مدير الكوره يعني كان بدايته الكابتن صالح سليم،
ده رئيس النادي، رئيس النادي الاهلي كان مدير كوره. اتفرج بقى يا اسلام وهو بيتعامل مع اللعيبه ازاي، اللوائح عامله ازاي، والنظام عامل ازاي، والحب عامل ازاي. وبعدين يا ليه كابتن حسن حمدي، كابتن طارق سليم، وبعدين ثابت البطل، وبعدين محمد رمضان، وبعدين سيد عبد الحفيظ، وبعدين اخيرا خالد بيبو. فانا عايز اقول لك التواصل ده هو اللي بيعمله النادي الاهلي، هو اللي بيخلقه النادي الاهلي. فاتمنى ان المنظومات الاخرى كمان رؤساء الانديه برضك عليهم دور. ازاي يا جماعه، ازاي يبقى راجل مدير فني بيختير بهذا الشكل، وبعدين تفاجئ كمان انه هيجيب لعيبه من خلال السمسار وانا وافق عليها؟ يعني ما دي برضك يا اسلام حاجه يعني غريبه الشكل. هل انا كرئيس نادي عايز اضر بالمنظومه؟ هل انا رئيس النادي مش عايز انجح؟ لا، عايز انجح. اخر الدورات اسلام اللي حضرتك بتاعت الايه للمحترفين، قال لك اللي بيدرسوا لنا يعني، قال لك اللي عايز ينجح ما يجيبش صاحبه، ما يجيبش اخوه، ما يجيبش قريبه، ما يجيبش حد قاعد على القهوه هو بيحبه، او لا، هات القصور اللي موجوده عندك في جانب بدني، اجيب حد بتاع بدني قوي، حد تكتيكي اجيب حد بتاع تكتيكي مش موجود عندي يعني التخصصات دي، حد بتاع اختيارات اجيب عين جميله جدا عشان تقدر تتصب او تقدر تختار لي لعيبه بهذا المستوى. فانا نفسي من ضمن طبعا القضايا الجميله اللي انت بتناقشها ان احنا الخبرات دي فين، وطب وهي ليه بعدت؟ عايزين نعرف ايه الاسباب، بعدت ليه، وليه مش موجوده في الترشيح، ليه مش موجوده على الساحه، وهل الخبرات دي اسلام وصلت للمرحله العالميه بتاثر بشكل كبير جدا على كل المنظومه بتشتغل معاها وبتحقق نجاحات كبيره. ازاي النهارده تقعد في البيت، وازاي النهارده ما تبقاش موجوده في الترشيح؟ فدي برضك قضيه اتمنى ان شاء الله، وانا عارف انك انت عندك قضايا كثيره جدا في خدمه الكره المصريه، ويعني القضايا دي عايز اقول لك بتخلي المشاهد يقعد ويستمع ليك بشكل كبير جدا، وبتعمل مشاهده كبيره جدا، لانك انت بتجيب قضايا يا اسلام، قضايا احنا محتاجينها، وقضايا احنا متاثرين من خلالها، وقضايا هتاثر معانا في خلال الفتره اللي جايه. فيعني دي قضيه من ضمن القضايا كنت اتمنى ان شاء الله نحاول نعمل كده ان شاء الله خلال الفتره الجايه. كابتن ماهر، قبل ما نبدا اي حاجه، شفت مباراه الاهلي النهارده ازاي وفوز النادي الاهلي على النادي المصري في بدايه الدوري 4-0 بعد رجوع من هزيمه وخساره بطوله؟ ما الهزيمه دي دروس، ما هو الناس قالت يعني الله الاهلي كان وحش وما كانش في يومه واللعيبه كانت، لكن دي دروس. ما هو النهارده النادي الاهلي مش هياخد كل البطولات، النادي الاهلي مش هيخسر على طول، مش هيكسب على طول، مش هيتعدى على طول، صحيح. لكن في دروس مستفاده بنطلع منها بالحاجات اللي بشكلتها، دروس للعيبه ودروس لمستر كولر. والراجل بصراحه كمان هو في منتهى الشفافيه والعداله، وطلع وقال، قال لا، دروس من خسارتنا السوبر، دروس انا اول واحد استفاد منها، واول واحد هبدا اشتغل عليها. ودخل حتى اللعيبه في اوضه اللبس وقال لهم لازم تتفرجوا على لبسكم تاني، وتشوفوا انتوا اخطأتوا في ايه، ويمكن وجه بعض اللعيبه العتاب اللي هو الاب لابنه، من حقه الاب لابنه، مدرب ومن حقه، وعتاب كمان اللعيبه بتستقبله بحب، لان هي عارفه قيمه الراجل، عارفه الراجل في الجانب النفسي داخل معاهم ازاي ومحضرهم ازاي. فعايز اقول لك وده بيحصل اسلام طبعا. اول ما نبدا تحس وانت لعيب كوره وعشت الاجواء دي، اول ما تحس انك انت حمى قبل البدايه مش موجوده عندك، مش واصله لك، تقلق. صح، تقلق من الجيم اللي انت رايح له او الجيم اللي انت داخله. فعشان كده بيقوم بقى اسلام بدور الكابتنه في الجزئيه دي، ويبدا يحفز اللعيبه ويحمس اللعيبه. صحصحوا يا جماعه، الشناوي ليه دور كبير جدا، صحصحوا يا جماعه كل الكباتن اللي موجوده. لما تبدا تحس ان الظاهره دي مش موجوده داخل اللعيبه، ان اللعيبه فيها نوع من عدم التركيز، في نوع من عدم السرحان، هنا بقى بيقوم الدور القيادي بشكل كبير. فدي برضك من ضمن الدروس اللي احنا استفدنا منها بشكل كبير، وبناكد للكره الساحره المستديره ملهاش كبير، فيها مكسب وفيها خساره طبعا. ومره مستوى كويس ومره مستوى متوسط. فالنهارده الدروس دي اسلام عملت لنا افتتاح، ما فيش احلى من كده، افتتاح بقالنا فتره ما شفناش افتتاح الدوري العام بهذا الشكل، خصوصا انت ناهي مع المصري، خلي بالك، سواء في الدوري او حتى في الكاس بالظبط، يعني نهايه السنه اللي فاتت بالظبط. افتتاح جميل قوي من الكوره اسلام، الكوره اللي استمتعنا بيها. كابتن برضه اعتقد الانسجام النهارده كان واضح جدا ما بين لعيبه النادي الاهلي، رضا سليم، امام عاشور، محمد هاني، بيرستاو،
استمتاع يا اسلام بصراحه ده بياكد لك انك انت عندك منظومه اختيار للعيبه على اعلى مستوى، وده اللي حصل النهارده. رضا ده هو بياكد من الماتش الاولاني ان هو خامه فعلا موهوبه، وان هو رايح النادي الاهلي حقق انتصارات مع النادي الاهلي، ورايح النادي الاهلي عشان يرجع للمنتخب المغربي على حساب النادي الاهلي وادائه مع النادي الاهلي. طبعا امام كمان احنا شفناه قبل كده مع نادي الزمالك، شفناه قبل كده مع المنتخب. امام برضك من اللعيبه اللي فعلا ثقل في نص الملعب بشكل كبير، والنهارده كان واضح مش هما بس، كل اللعيبه النهارده اللي شاركت اسلام، حتى الخمس تغييرات اللي فاجئنا بيها مستر كولر، كل الناس قدم بتبعت اشاره وبتبعت انذار للانديه وللعالم كله ان النادي الاهلي قادم. النادي الاهلي ممكن يكون خسر بطوله، لكن قيمته في القاره الافريقيه وانتصاراته وانجازاته بتاكد ان اختيارات اللعيبه دي كانت على اعلى مستوى. والخريطه اللي موجود عليها اللعيبه ال 30 لعيبه اسلام من افضل اللعيبه اللي موجودين في العالم العربي العالم الافريقي، وهو ده الكوره النهارده انت مستمتع المباراه 90 دقيقه او 95 دقيقه، انت مستمتع من تحركات اللعيبه ومن اداء اللعيبه ومهاره اللعيبه، والاهداف كمان اللي سجلت بجمل تكتيكيه على اعلى مستوى، مش ضربه حظ، لا النادي الاهلي ليه شكل وليه طابع. النهارده بحيي طبعا مستر كولر وبحيي اللعيبه على استراتيجيته وادائه في مباراه المصري، ومعظم الاهداف يا اسلام جت نتيجه عشرات وخمستاشرات نقله على اعلى مستوى. صحيح. تغيير من مكان لمكان من جمل لجمل، وطبعا سمير بيرد علينا طبعا بالمشاهدات الجميله. يمكن مودست النهارده نتمنى ان شاء الله الماتشات اللي جايه نبدا نحس بيه كمهاجم هداف. وانا عايز اقول لو سجل هدف النهارده اسلام يعني كتب تاريخ حياته مع جماهير النادي الاهلي، وطبعا الثقه المتبادله بين اللعيبه. شايف تحركات اللعيبه النهارده، الجبهات اللي اتعملت النهارده يا اسلام، المواجهه كمان يا كابتن ما بين كولر وعلي ماهر، شفتها ازاي بما انه كولر قدامنا؟ يعني زي ما قلت لك كولر يعني راجل عشان محترف، دي جمله كمان من الجمل الجميله اسلام في الكوره الثابته بصراحه بنعملها، علي معلول وبعدين هروب ببيت ستاو بشكل كبير. يمكن مثلا حته نهايه الهجمه او التصويبه ما كانتش بالدقه دي، لكن جمله من الجمل طبعا اللي ممكن تفتح لك الجيم المتكتل بهذا الشكل. طبعا النهارده يعني عايز اقول لك الاستاذ والتلميذ، يعني الاستاذ كولر مع التلميذ علي ماهر، يعني طبعا بصفته ان هو من ضمن المدربين الواعدين خلال الدوري الممتاز خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا، لكن النهارده واضح خبره كولر تفوقت على طبعا حيويه ونشاط علي ماهر. كولر النهارده الاستراتيجيه اللي بدا بيها، طريقه اللعب، اشتراك اللعيبه طبعا المحترفين اللي هم لسه متعاقدين معاهم، طبعا الاهداف والجمل التكتيكيه اللي كانت موجوده خلال ال 95 دقيقه. الاهداف في اسلام كلها عباره عن مهارات بين تصويب، يعني بص الهدف الاولاني بتاع رضا يا اسلام يعني اتلعبت وبعدين جت طلع الكوره، رضا برجله الشمال صوب، واحنا بنقول للعيبه كده اول ما بترجع لك صوب مهما كانت بقى، يعني جايه ضعيفه جايه على عيبها. وبعدين التكمله كمان بمهاره من امام بطرف عينه كده، بطرف عينه شافه فراح مصلحها له وهو جاي. مين اسيست النهارده؟ اسيست حاجه جميله يعني. فطبعا رضا كمان صوب بشكل كبير جدا في كتله من المدافعين، يعني كمان كانت ممكن صعب جدا ان هي تخش المرمى، لكن هو حلاوه الجمله وحلاوه التصريح وحلاوه التصيبه فتحت لنا الجيم طبعا، عشان الهدف الاول بيفرق معانا بشكل كبير جدا في انك انت بيفتح لك الجيم المتكتل اللي كان باني عليه طيب المصري شغله. يعني من وجهه نظرك برضو كابتن، تغيير خمس لاعبين دفعه واحده بتشوفه ازاي اثناء سير المباراه؟ ما دي من ضمن عبقريه مستر كولر واستراتيجيه المباراه. يعني في بعض التغييرات هو كان بيفاجئنا بيها، اللي هي بعد الدقيقه 60 بيبدا يشرك مهاجم ومعظمهم كان من المهاجمين. النهارده قعد يفكر، قال طب ما ادفع بقى بالخمس لعيبه دول مره واحده مره واحده اول مره، ودي اول مره طبعا احنا بنشوفها حتى كمان في ملاعبنا.
من خلال السنين، يعني مروان عطيه وعبد القادر وطاهر محمد طاهر وكريم وطاهر وقفشه. وسبحان الله كمان يعني اولا نازلين في وقت اسلام انت كسبان فيه وعامل جيم مميز، حتى اللعيبه اللي خرجت كانت مهدفه وخدت الثقه، فكمان اللعيبه اللي نزلت كملت المشوار بعد هذا ال 10 دقايق اختلفوا بصراحه خالص. الانجاز الجميل اللي اتحقق النهارده في افتتاحيه الدوري العام، وده بياكد لك كمان اسلام ان الراجل خلال الفتره الجايه هو ده اللي هيبني عليه موضوع التدوير. يعني هو في ثبات في التشكيل واخد بالك، لكن الراجل من ذكائه لما بيبدا يحس ونطمن لنتيجه المباراه بيبدا يدي دفع للاخرين عشان هم كمان يبداوا ينشطوا حيويتهم ويبداوا يقولوا الراجل ان شاء الله ان احنا مش بدلاء، احنا لعيبه اساسيه ان شاء الله نقدر نكمل المشوار بخلال هؤلاء اللاعبين. النهارده اعتقد يا كابتن برضه بيرسي تاو بيؤكد ان هو يعني لاعب رائع. هو من السنه اللي فاتت يا اسلام بصراحه مع الراجل والاعداد اللي قعدها مع الراجل والتحدي اللي كان بين بيرسي تاو وبين الراجل ان هو هيكون عند حسن ظنه خلال الموسم الماضي، وده اللي فعلا نجح فيه بيرسي تاو ان هو قدر يكون من افضل اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري وطبعا والدوري الافريقي. واحنا شفنا كمان يمكن تاثيره في المباراه اللي فاتت ان الراجل جاي من جنوب افريقيا يوم واحد بس اسلام وانضم للفرقه فكان مجهد. صحيح. النهارده في فتره راحه بين المباراه والمباراه، بص الاداء وبص الحيويه وبص النشاط اللي موجود عليه بيتسيتا، وهو لعيب كبير جدا وهداف وبيعتبر من الصفقات الناجحه بالنسبه للنادي الاهلي. رايك في مستوى الدفاع النادي الاهلي بقى النهارده يا كابتن؟ تنظيم الدفاعي هو بقاله فتره يا اسلام على اعلى مستوى بصراحه. يعني النهارده انت ثبات التشكيل في خط الظهر يا اسلام هو اللي بيدي لك الفعاليه، بيدي لك الانضباط، بيدي لك مبادئ الدفاع، بيدي لك التغطيه، بيدي لك الميلان، بيدي لك الطمانينه للشناوي وللفرقه. يعني وانت مهاجم يا اسلام لما تحس ان خط ظهرك السد منيع خلاص مفيش حاجه بتوصل، فانت كمان بتتشجع وبتاخد ثقه انك انت ممكن تسجل في اي وقت. فانا بحيي طبعا علي معلول بالخبرات اللي ربنا مديها له والاداء اللي بيقدمه مع النادي الاهلي بصراحه. يعني علي من اللعيبه المحترفين اللي جم في هذا المكان واثبتوا وجودهم بشكل كبير جدا طبعا بعد رحيل نجوم كبيره زي ربيع ياسين، زي محمد عماره، زي ياسر رضوان. النهارده علي معلول ما بيقلش عن اللعيبه اللي انا ذكرتها بشكل كبير. محمد عبد المنعم انا شايف محمد في قلب الدفاع بيعتبر السد المنيع للنادي الاهلي، ربنا يحميه ويبعد عنه الاصابه. محمد عبد المنعم بصراحه اسلام فارق معانا في النادي الاهلي وفارق مع منتخب مصر. حقيقي. وجوده في هذا المكان، حيويته ونشاطه، اداؤه، تركيزه، طبعا مبادئ الدفاع بالنسبه له بيشتغل عليها كمان بشكل ايجابي. لما بيطلب منه في الحاجات الثابته وهو بيجيد العاب الهواء، واحنا كنا ذكرنا قبل كده ان هو كان في مراحل السنيه كان مهاجم. فبيعرف يسجل اهداف بضربات الراس ودي مهاره في منتهى الصعوبه. طبعا رامي بعوده رامي كابتن الفريق، رامي من الخبرات اللي الفتره اللي فاتت ديت اثبت وجوده بشكل كبير، وكان في يعني لغط كبير ان رامي يمشي وما يمشيش، لكن رامي رد على هذه التساؤلات بادائه المميز. معاه كمان ياسر لما بيبقى موجود في حالته الطبيعيه بيبقى قلبي الدفاع عندنا فيهم ثبات بشكل كبير، والثبات ده زي ما بقول بيدي ثقه للنص الملعب والمهاجمين وحراسه المرمى ان المكان ده امن. محمد هاني بالسنه اللي فاتت واخد تحدي مع نفسه بشكل كبير، وصل بيه لدرجه بقى رقم واحد في المكان ده مع النادي الاهلي ومنتخب مصر. صحيح. محمد هاني اشتغل على نفسه بشكل كبير جدا السنه اللي فاتت، بحيي محمد هاني على المستوى اللي هو وصل له. وانا شايف ان خط ظهر النادي الاهلي هو انا في رايي اسلام طول ما انت ما بيجيش فيك بسبب خط ظهرك القوي ده تاكد ان البطولات قريبه. اوكي. تاكد ان احنا ان شاء الله نقدر نحصل على البطولات، خصوصا عندنا كمان نص ملعب على اعلى مستوى وعندنا مهاجمين يقدروا يجيبوا هدف في اي وقت. خط الوسط النهارده كوكا وديانج وامام عاشور. الراجل فاجئنا بكوكا بصراحه يعني. صحيح. يعني من ضمن الحاجات اللي بتحصل فاجئت اليوم بصراحه. وهو قال اللعيب الجاهز، اللعيب اللي بيتمرن كويس، اللعيب اللي منفذ تعليماتي هيبقى موجود معايا بصفه اساسيه. صحيح. فكوكا كان واضح ان الفتره اللي فاتت ديت كان عنده حسن ظن مستر كولر،
عشان كده الراجل دفع بيه. ده ما بيقللش من قيمه مروان، بل بالعكس يمكن الراجل بيريح مروان خلال الفتره ديت، وفي نفس الوقت كمان على مروان ان هو بيقدر يعيد مستواه مره ثانيه، يعيد ثقته مره ثانيه. ومروان طبعا من اللعيبه اللي كانت من افضل اللعيبه الموجوده في نص الملعب في العام الماضي مع النادي الاهلي ومنتخب مصر. اليو ديانج وامام عاشور. اليو ديانج كمان الدبابه اللي بصراحه يعني بتعتبر مكسب كبير جدا للنادي الاهلي في كل حته. اسلام ديانج دايس يعني في نص الملعب، في خط الظهر، في الحته القدامانيه، بيساعد الاطراف بشكل كبير جدا لما المجموعه بتاعت تقوم الدور الهجومي. هو بيعرف يغطي ويميل بشكل كبير جدا على كل جبهه بتحتاج مساعدته. انطلاقاته وباصاته الطوليه والعرضيه مؤثره بشكل كبير. تصويباته المؤثره يمكن النهارده هو عمل كم واحده يعني مش مؤثرين بشكل كبير جدا، لكن حاجه جديده علينا ان احنا نبدا الموسم اسلام بالتصويبات، خصوصا ان احنا عندنا لعيبه مميزه موجوده في الفرقه بتجيد التصويب المتقن صحيح واحراز الاهداف من خلاله. امام طبعا مكسب كبير جدا بصراحه. يعني امام انا شايف ان امام من مباراه الاتحاد العاصمه بيرد بقى على المشككين، لا امام مش هيقدم مع النادي الاهلي، لا امام شخصيه قويه جدا يا اسلام، ولعيب مميز ولعيب فعلا هيفيد النادي الاهلي في المكان ده بشكل كبير جدا جدا، خصوصا ان بعد رحيل حمدي فتحي احنا ما حسيناش ان حمدي فتحي رحل، بالعكس احنا حسينا ان حمدي فتحي موجود بشخصيه او بروح امام. فامام مكسب كبير جدا جدا للنادي الاهلي، وهو لعيب ما شاء الله باور، عنده كميه جري 13 14 كيلو في المباراه، اسيست، عمل الهدف الثالث افتكر الكره البينيه الطويله اللي من تحت لفوق لبيتستاو، الهدف الثاني لبيتستاو. ايوه تمريره من التمريرات الذكيه جدا جدا والمتقنه، وهو بيجيد الحاجات دي بصراحه. بينقل لك الملعب يا اسلام بتمريره قاتله ورا خط ظهر لعيب المصري، ودي من الحاجات اللي احنا كنا محتاجينها كنص ملعب النادي الاهلي. ازاي بقى عندك الثلاثي عندهم الميزه دي من ناحيه التمرير، من ناحيه الباص، من ناحيه التصويب، من ناحيه احراز الاهداف. فامام ما شاء الله بيجمع بين المواصفات اللي انا ذكرتها ليك خلال اللاعب وسط الملعب اللي انت تقدر تعتمد عليه بشكل كبير. دايما لما بيبقى الحكم ما بتحسش بيه اثناء المباراه بيبقى حكم بشكل جيد. رايك في اداء التحكيمي في هذه المباراه ومن اول الدوري؟ احنا عندنا خبير تحكيمي، فاكيد هم كمان بيشتغلوا على نفسهم مع الخبير في تطوير التحكيم في مصر، لان احنا بقالنا سنتين كنا متاثرين بموضوع التحكيم ده اسلام. صحيح. اتمنى ان بدايه الموسم يبقى فعلا الحكم يعني عايزين نقول مثلا ايه رجل المباراه حكم المباراه مش لازم لاعب، يعني احنا عايزين نوصل للحته دي، يعني احنا بنتكلم على رجل المباراه فبنضطر نختار لاعب من هنا او لاعب من هنا. اتمنى يبقى رجل المباراه الفتره اللي جايه حكم من حكامنا المصريين المحترمين. فالنهارده الحكم كمان هو بيشتغل على نفسه، لان برضك محمد عادل عايز يبقى حكم درجه رقم واحد في افريقيا يروح كاس العالم. بالمناسبه كابتن محمد عادل النهارده كان يعني محطوط تحت اختبار كده عشان القائمه الدوليه ولكن نجح فيه. ان شاء الله باذن الله. وهي المباراه القويه اللي زي المصري والاهلي محتاجه بقيمه محمد عادل يا اسلام، يعني انا باخذ على الاتحاد الافريقي ان هو الراجل بتاع الجابون، ما ينفعش يبقى بطل تونس بطل الجزائر وبطل مصر بقيمه اتحاد العاصمه والنادي الاهلي وقيمه السوبر وبعدين اجيب حكم مش مصنف، يعني ما انت كمان يعني هتبوظ الاحتفاليه الجميله دي او الشكل العام. فمحمد عادل النهارده بحييه واقول له ان شاء الله باذن الله يعني ترجع لمكانتك الطبيعيه، وهو حكم من حكام المجتهدين عنده شخصيه قويه، فان شاء الله نتمنى التوفيق باذن الله. طيب هنكمل كلامنا في هذه الحلقه ولكن نطلع نشوف الاهلي بيفتتح الدوري الممتاز بالفوز على المصري برباعي. طيب الدوري انطلق الاثنين بمباراه البنك الاهلي وطلائع الجيش وفوز البنك الاهلي بهدفين
سوري فوز الطلائع على البنك الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. النهارده ايضا زد في مفاجاه برضو ان هو يعني يفوز على النادي الاسماعيلي بهدف مقابل لا شيء. زد صعد حديثا الى الدوري الممتاز، بيفوز على قيمه كبيره زي النادي الاسماعيلي بهدف مقابل لا شيء. النادي الاسماعيلي اضاع ركله جزاء، ولكن في النهايه انتهت المباراه بفوز زد. ايضا الاهلي وفوزه على المصري اتكلمنا عنه. الدوري قوي وبدايه قويه واضحه قوي من كل الفرق. يعني هو طبعا يمكن نتيجه زد مع الاسماعيلي دي يعني عايزين نقول مفاجاه او مش مفاجاه، يعني طبعا لسه زد الوافد من القسم الثاني لدوري المحترفين بيفوز طبعا على نادي الاسماعيلي اللي هو النادي العريق اللي احنا كلنا بنحبه. يعني نادي الاسماعيلي من الانديه الشعبيه اللي طبعاً ليها باع كبير جدا في الكره المصريه. عايز اقول لك اسلام، واول فرقه احتفلنا معاهم بكاس افريقيا سنه 73 فوزوا على الانجبير. وطبعا الكابتن علي ابو جريشه والاسماء استاذ عبد الرازق وميمي درويش والنخبه الكبيره اللي عملت تاريخ نادي الاسماعيلي. وجم بعد كده بقى انتوا بقى مجموعتكم انتوا عماد النحاس وحمدي واحمد فتحي واسلام الشاطر ومجموعه كمان وخالد بيبو. دي برضك يمكن كانت مجموعه عملت تاريخ نادي الاسماعيلي في فترات. زد الوفد الجديد واضح قوي طبعا ان زد يعني مجدي عبد العاطي عنده خبره بشكل كبير قدر يصعد بيه. هايل مجدي بصراحه يعني. شباب وحاولوا تجيبوا لنا المدربين دي يعني نبارك لهم حتى على الهوا كده نبارك لهم، وبتبقى لطيفه جدا ان هم يكونوا معانا ونسمع منهم رؤيتهم والكلام ده كله. اتفضل يا كابتن. بالظبط. وبعدين مجدي عنده من الخبرات اللي موجوده في الدوري الممتاز، عنده الخريطه اللي هو محتاج من خلالها لعيبه عندها خبرات عشان تقدر خبره الدوري الممتاز يا اسلام غير الممتاز بيه. فاكيد مجدي طعم من اللعيبه اللي عندها خبرات بشكل كبير جدا اللي تقدر تكمل معاه المشوار، لان مشوار الدوري الممتاز صعب جدا. فبنقول له مبروك وعرض لك طبعا للنادي الاسماعيلي. يعني بكره في ثلاث مباريات، داخليه وانبي، مقاولين وبلديه وسموحه والجونه. راي حضرتك يعني في الثلاث مباريات؟ هو من بدايه الدوري واضح ان الناس كلها هتستفاد بقى من السنوات اللي قبل كده، وهتبدا تشتغل على تحصيل البناط. البونت اللي هيروح او ثلاثه بونت اللي هيروح هياثروا بشكل كبير. مستوى الفرق اسلام قرب من بعضه. يعني بصراحه الانديه الشعبيه في جزء وانديه المؤسسات يمكن ثمان فرق. يعني الداخليه وامبي الماتش ده شايفه ازاي؟ يعني انا شايف الداخليه يعني السنه اللي فاتت عدى على اخر ماتش. امبي بشكل جيد، وسمعنا يعني عن استقاله تامر مصطفى قبل الماتشات بثلاث اربع ايام، وبعدين طلع رئيس النادي الامبي وقال لا. يعني الداخليه كانت السنه اللي فاتت يعني على الحركرك زي ما بيقولوا، كابتن ميمي عبد الرازق. بصراحه الامور كانت صعبه بالنسبه لهم. اتمنى انهم يكونوا عملوا استعداداتهم من بدايه الموسم. يعني احتياجهم للعيبه اللي ممكن تاثر معاهم يكونوا قدروا يعملوا يعني يستقدموا بعض اللعيبه اللي تفرق معاهم في هذا المشوار. انبي مؤسسه كبيره، يعني مؤسسه كبيره من ضمن المؤسسات اللي بتقدر تخرج لعيبه ناشئين يخدموا الفريق الاول. يعني انا سمعت الكابتن حلمي كان بيتكلم بيقول معاك يا اسلام انه كان عنده 8 لعيبه موجودين ناشئين من قطاع الناشئين. صحيح. فدي برضك من ضمن الحاجات اللي تحسب بصراحه لاداره انبي. زي المقاول العرب يعني لما كان عنده قطاع قوي واخرهم محمد. خلي بالك من الماتش اللي بعده، المقاولين والبلديه. المقاولين والبلديه ماتش برضو ما بين نادي المقاولين مع كابتن شوقي غريب والبلديه مع كابتن احمد عبد الرؤوف والصاعد بيهم من الدوري للدرجه الثانيه. لا كل مباراة اسلام هتبقى صعبه، لان زي ما بقول لك من الموسم الماضي واللي قبله كل الناس استوعبت الدرس. فاكيد اكيد مجالس الاداره اختارت المدربين الفنيين اللي هم شايفين ان خلال الفتره دي يقدروا يكملوا معاهم المشوار. المدير الفني اللي هيختير برضك بيدور على اللعيبه اللي تقدر تساعده خلال بدايه المشوار الطويل الصعب. بس هو يعني بنتمنى تريس بس من رؤساء الانديه. يعني بيبقى في استعجال يا اسلام على قرار اقاله المدرب في ثلاث اربع مباريات. يعني النهارده مثلا نتيجه علي ماهر تتوقع نتيجه صعبه جدا جدا طبعا. يعني النتيجه اللي هي 4-5 دي بتاثر على مستقبل المدرب الفني بشكل كبير جدا بصراحه. من ناحيه مجلس اداره ومن ناحيه الجماهيريه طبعا. جمهور المصري جمهور ما بيحبش يخسر،
فانا شايف ان المدرب اللي مش هياخد باله، المدرب اللي مش هيختار الاستراتيجيه مع الفرق الكبيره وازاي العبها وازاي احافظ على اني ما افتحش لعبي النهارده، يعني علي ماهر لما بدا يفتح الجيم صعبه مع النادي الاهلي يا اسلام، انك انت النادي الاهلي عنده ثلاث خطوط من اقوى الثلاث خطوط اللي موجودين قلنا في العالم العربي العالم الافريقي، صعب جدا انك انت تقدر توقف الخطوط دي لما تفتح اللعب. صحيح. واللعيبه عندها مهاره واللعيبه دوليين وعندها خبره. فانا وكلها دروس ممكن الدرس ده يستفاد منه علي ماهر بشكل كبير جدا، زي ما احنا استفدنا من اتحاد العاصمه. رجعنا بعديها بثلاث ايام اهو، دي هو ده النادي الاهلي. هو ده شكل النادي الاهلي، انطلاقات النادي الاهلي. روح الفانيلا الحمراء للنادي الاهلي، دوافع اللعيبه. كل ده النهارده هو ده. فالنهارده المدرب في الدوري المصري لازم ياخد باله ولازم يعرف هو قيمه الفرقه اللي هيلعبها قيمتها ايه؟ اهلي؟ لا بعمل حسابي. صحيح. فلازم لان مثل هذه النتائج بتودينا يعني بتودي خصوصا الفرق الجماهيريه. بالظبط. بتودي لمنطقه اخرى. طبعا طبعا. وبس هو انا اتمنى بس من رؤساء الانديه يبقى في يعني صبر شويه على المدير الفني، يعني علم التدريب بيقول يا اسلام كابتن حلمي كان بيتكلم من 4 أسابيع لـ6 أسابيع، يعني لازم ادي فرصه للمدرب عشان يبان شغله. يعني انت النهارده عامل تجديد يا حلمي. هو كابتن حلمي لما كان بيقول على 4 أسابيع لـ6 أسابيع ده بيتكلم على مده الاعداد. الاعداد وكمان علم التدريب بيقول لك انك انت بتبدا الموسم بالظبط عشان يبان بقى جملك التكتيكيه، يعني على الاقل دور مثلا. احنا مع الاسف ما بقاش عندنا صبر بشكل رهيب، يعني المدرب بيخفق يا عيني مباراه والثانيه وهو متاكد المباراه الثالثه عارف انه هيمشي. فدي برضك بتخلي المدرب يحبط، ما بيطلعش. صحيح. اللي هو اللي عنده جواه. اللي هو جواه. فنتمنى ان احنا كمان كرؤساء انديه او ادارات ان هي يعني رأفتا بس على المدير الفني، مفيش حد مدير فني عايز يخفق. اخر مباراه كابتن سموحه والجونه، جونه مع كابتن علاء عبد العال وصعود من الدرجه الثانيه، ثم سموحه مع كابتن احمد سامي. انا يعني الاثنين بيعجبوني، سموحه والجونه، علاء واحمد سامي. احمد سامي من المدربين اللي بداوا كمان يحطوا بصمتهم بشكل كبير جدا مع كل فرق، وهو الكيمياء بتاعته جايه مع سموحه. اوكي. علاء من المدربين اللي بيعرفوا يحافظوا، يعني هو علاء يا عيني بالامكانيات اللي موجوده معاه لو هو عنده لعيبه مؤثره بشكل كبير جدا هيعمل لك حاجات اسلام كويس. حاجات جميله، لكن يا عيني هو بيلعب على قد الامكانيات اللي موجوده في التشكيله. صحيح. وفي الاستراتيجيه اللي موجوده عليها فريق الجونه. عموما احنا هنتفرج على 3 مباريات بكره ان شاء الله يكونوا جيدين، وان شاء الله يكون الدور التحكيمي فيهم زي ما شفنا في اول يوم والنهارده ان شاء الله، ودائما ما نتابع الامور التحكيميه ولن نتكلم الا بعد انتهاء الجوله الاولى بشكل عام، مش مباراه واحده ولا اثنين ولا ثلاثه ولكن كل المباريات. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ماهر على وجودك معانا. شكرا جزيلا كابتن. ودائما بنستفيد من حضرتك. شكرا جزيلا باذن الله. ان شاء الله. طيب هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الثنائي كريم سعيد واحمد ثابت في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. الحمد لله كله تمام. ايضا كريم سعيد، ازيك كريم؟ ازيك يا ازيك كريم، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. طيب خليني ابدا مع احمد ثابت. 4 أهداف نظيفه في مباراه المصري. طبعا مبروك، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، بدايه مثاليه واللعيبه والجهاز الفني، بدايه مثاليه للموسم. بالتاكيد اول حاجه انت جاي من خساره بطوله، فلا كان لازم تعدي خساره البطوله اللي هي السوبر الافريقي دي بمباراه زي ديت، بتكسب بنتيجه سكور ب 4-0، بتكسب فريق جماهيري، فريق ليه جماهير، ليه مدرب دايما معروف ان هو بيلعب مباراه الاهلي بروح عاليه، فريق النادي المصري عامل صفقات كويسه، فبتكسب بنتيجه كبيره 4-0 دي في بدايه الموسم، دي حاجه كويسه جدا. كمان بتوجه رساله للمنافسين ان النادي الاهلي ناوي على اللقب رقم 44 من بدري بدري كده ان شاء الله. دي مهمه ان انت دايما لما تكسب في البدايه بال 4-0 بتوجه رساله مهمه ان شاء الله ان النادي الاهلي ناوي يحافظ على اللقب بتاعه. كمان النادي الاهلي النهارده بصفه عامه قبل ما نخش في تفاصيل الماتش، تفوق في كل شيء في المباراه النهارده، تفوق فنيا بدنيا رقميا، حتى الاستحواذ بتاع النادي الاهلي وصل ل 53% مقابل الاستحواذ بتاع النادي المصري 47%. عدد التمريرات بتاع النادي المصري بتاع النادي الاهلي 416، النادي المصري 366، منهم تمريرات صحيحه
354 للنادي الاهلي مقابل 285 للنادي المصري. عدد المحاولات يعني الاستحواذ كمان انت متفوق في الاستحواذ ولكن بمحاولات، يعني رحت على الجون 18 محاوله منهم 6 صح مقابل النادي المصري 6 محاولات فقط منهم واحده بس صح. الضربات الركنيه النادي الاهلي كان ليه 7 مقابل 5 للنادي المصري، فالنادي الاهلي النهارده تفوق على النادي المصري في كل شيء. النتيجه الفوز باربعه ديت ده الفوز رقم 5 لمارسيل كولر مع النادي الاهلي بنتيجه 4. فاز قبل كده الاول النادي المصري النهارده، فاز قبل كده على المقاولين 4-1، على نادي الزمالك 4-1، على القطن الكاميروني 4-0، على الداخليه 4-1. فدايما لما تبدا الموسم بنتيجه زي دي اعتقد ان هي بدايه ان شاء الله خير، وهنتكلم دلوقتي بالتفصيل عن المباراه. كريم، الفرق ما بين اداء النادي الاهلي في اتحاد العاصمه والمصري؟ ده سؤال مهم جدا يا كابتن اسلام، لان حسيت كده ان في حق ان الناس قالت ان النادي الاهلي في ماتش اتحاد العاصمه لعب وحش، وطبعا هنا واضح جدا تاثر بالنتيجه. برافو عليك. احنا دايما بنتكلم او الناس بتطلب يا جماعه في تحليل المباريات يا ريت تحللوا لنا الاداء، ما تحللوش النتيجه، لان الاغلبيه بتحلل النتيجه. خسرت يبقى لعبت وحش، كسبت يبقى لعبت حلو، مش شرط. بس انا طلعت قلت كده، قلت انا شايف ان بعد المباراه ان احنا كنا كويسين جدا. الشوط الثاني تعال نقارن حتى الشوط الاول، الشوط الاول ما بين اتحاد العاصمه والشوط الاول النهارده النادي المصري. الشوطين متشابهين لاقصى درجه، الفرق فيهم حاجه واحده بس، واحد انت جبت جول، انت كسرت التكتل الدفاعي بتاع المنافس بهدف، وكمان سيناريو الماتش ما مشيش مستفز ليك، بمعنى اللعيبه. معلش قبل ما هنا تكمل وهنا خلي بالك، ما هو احنا لازم نضع ان كره كهرباء او هدف كهرباء لو تم احتسابه كانت هتبقى النتيجه اشبه بالظبط اللي احنا شفناه في النهارده. بالظبط. او ضربه الجزاء كانت اتحسبت، نقطه مهمه كمان. وهنا عشان كده بنقول، انا اسف، هنا بنقول الحكم كان له تاثير مباشر على هذه المباراه. ولازم الناس تبقى فاهمه تماما ان مباريات حسم البطولات من مباراه واحده لا تتحمل اخطاء تحكيميه. يعني ماتش البطوله اللي انا ماتش الكاس من ماتش واحد ما يتحملش. صحيح. الدوري ممكن يتحمل ماتش الفيرست ليج والسكند ليج الذهاب والاياب يتحمل. ده لا، لان اللعيب واحد بيتنرفز، اللعيب دايما بيحس ان الحكم مترصد له، كمان هو ممكن في لحظه يبقى عايز يحتاج يقول لك لا لا اسكت عشان النهارده ممكن الحكم ده يديني انذار او طرد. فانا بشوف لا، ببساطه لو قارنا المباراه الشوط الاول قدام اتحاد العاصمه والشوط الاول قدام النادي المصري متشابه للغايه. الفرق بس ان انت قدرت يعني تكسر التكتل الدفاعي بايه بقى؟ التسديدات من خارج منطقه الجزاء. النهارده سددنا كتير، ماتش اتحاد العاصمه ما كانش فيه محاولات تسديد كتير. والنقطه الثانيه هو استمرار ثنائيه رضا سليم وامام عاشور في الملعب لاطول وقت. ماتش اتحاد العاصمه لو نفتكر لما رضا سليم وامام عاشور خرجوا مع بعض اعتقد قبل الدقيقه 65 بدا لعب النادي الاهلي يتحول ساعتها الى الكرات الطوليه. النهارده طبعا مع اكيد مع حاله الطرد تعرض لها بهر المحمدي ادت مساحه للنادي الاهلي ان هو يستحوذ على نص الملعب، لكن الاستحواذ ده كان هو موجود بالظبط في الشوط الاول قدام اتحاد العاصمه. كنا بنشوف 4 لعيبه، ان رضا سليم عنده واحده من اهم النقط عند لاعب الجناح وهو ان هو بيدخل لعمق الملعب وبيعمل دور صانع اللعب بشكل مميز للغايه. طول ما معاه امام عاشور بيقعدوا يعملوا شيفتنج، واحد يطلع على الخط وواحد يلعب جوه، لو التاني طلع على الخط التاني يخش يلعب، فده دايما عندك 2 بلاي ميكرز وهم كمان بينزلوا يستلموا الكوره من تحت بشكل مميز. هو ببساطه ده الفرق. النادي الاهلي ما لعبش ماتش وحش ده متخلص في وجهه نظري، ولكن الفرق بس ان سيناريو المباراه اتقفل معاك وانت كنت مضطر تلعب كرات طوليه وكرات عرضيه بنسبه كبيره في اخر المباراه عشان تقدر تتعادل، وده ساعتها يعني ربنا سبحانه وتعالى ما وفقناش فيه. طيب احمد، ابرز ايجابيات النادي الاهلي او هذه المباراه؟ نتكلم بقى بالارقام الاول. امام عاشور وانا شايفه ان هو يعتبر من وجهه نظري واحد من مكاسب المباراه النهارده. شفته في المباراه اللي فاتت قدم اداء ممتاز. مع الوقت امام عاشور من اللعيبه بقاله 3 شهور او شهرين ما بعيد عن الماتشات، فلعيب زي ده بيحتاج يجيب البدني بتاعه عشان تحكم عليه 100% محتاج 4-5 ماتشات كمان، لكن لمسته لمسه لعيب ممتاز. انا شايف ان امام عاشور لو استعرضنا ارقامه، امام عاشور يعتبر طبعا دي الخريطه الحريه لتحركات امام عاشور. نشوف ان هو كان دايما طبعا واخد الجنب الشمال اكتر مع علي معلول، عامل جبهه مع علي معلول ورضا سليم، دايما بيتحرك في المساحه اللي بيسيبها رضا سليم لما بيخش لجوه زي ما كريم قال. امام عاشور هو بقى اللي بياخد المساحه ديت، هو دايما اللي بيكمل. هات الارقام بتاعته هتلاقي ان هو لعب 81 دقيقه، لمس الكوره 57 مره،
صنع جونين، النهارده لعيب رقم 8 بيصنع جونين، ده رقم ممتاز، صانع هدفين. التمريرات الصحيحه 30 من 35 تمريره، 30 تمريره صح من 35. اللونج باص بتاعه التمريرات الطوليه 4 صح من 6، ده رقم برده كويس في ماتش قدام فريق جماهيري زي النادي المصري. استعاده الكوره هات بعد كده استعاده الكوره هتلاقيها 8، شتت الكوره مرتين، ده بقى الدور الدفاعي، شتت الكوره مرتين، التدخلات الدفاعيه مره، التاكلينج الصحيح مرتين، المحاولات على المرمى 1، كان ليه محاوله على المرمى. هات بقى الارقام الاخيره برده اللي بتاكد ان هو عمل مباراه كبيره، ان هو غير ان هو صنع هدفين هو اكتر من قام بمراوغات ناجحه في الماتش، امام عاشور عمل 3 مراوغات. اكتر من فاز بالتحامات ثنائيه في المباراه، كسب 10 التحامات، واحنا بنقول ان هو لسه بيجيب البدني بتاعه، ان شاء الله لما يجيب اكتر هيكسب اكتر. اكثر من حصل على اخطاء في المباراه، وده دليل ان هو لعيب مهاري بيقف على كورته كتير، بيعرف ياخد اخطاء، بيعرف ياخد الكره الثانيه. امام عاشور انا شايف ان هو افضل لاعب وسط في مصر، وبصراحه النهارده وانا بتفرج على الماتش بقارن ما بين امام عاشور ومحمود حماده. محمود حماده لعيب منتخب مصر، بيلعب في منتخب مصر، انا بستغرب ان امام عاشور لازم يتحط في الفتره الجايه، لازم يروح المنتخب، لازم ان شاء الله لما يجيب فورمته اكتر اعتقد ان هو هيبقى احسن لعيب رقم 8 في مصر، هيشارك في بطوله كاس الامم الافريقيه. لو بصيت حضرتك على الكوره اللي عملها في الجون الثالث، الهدف الثالث للنادي الاهلي النهارده لبيرسي تاو الاسيست، دي نفس الكوره عملها الهاني في الماتش اللي فات في اخر الماتش، صحيح نفس الكوره بالظبط، التمرير الثلاث خطوط ديت بالمقاس دي، عايزه واحد عنده لمسه حلوه، عايزه واحد عنده الرؤيه، عنده دقه التمرير الطولي. يعني لو استعرضنا الهدف الثالث، احلى حاجه في الجون الثالث الاسيست، ده بس اللي جاي هتفضل. احلى حاجه في الجون الثالث الاسيست بتاع امام عاشور. المكسب الثاني بقى رضا سليم، ايام ما كنت انا بلعب ما كانش في حد بيقعد يقول الكلام ده، عملت واحده زي دي المتعب بالظبط في ماتش اهلي وزمالك 3-0. انت فكرتني بيها، مش فاكر قريب تقريبا زي دي بالظبط، وكان في واحده بالعرض اللي هي قالك مش عارف اسلام مش عارف ايه والبتاع، ما حدش كان، وبتاعه الاسماعيلي لا غير بتاعه الاسماعيلي اوفر، بس حلوه جدا، ما في كتير بس انا بتكلم على دي. المكسب الثاني رضا سليم. رضا سليم انا شايف زي ما كريم قال عليه، انا كمان شايف يا كريم ان هو لعيب عنده شخصيه الاهلي رقم واحد، لانه دخل بسرعه، ما تحسش ان هو لعيب محترف او مغربي، لا ده دخل بسرعه. صحيح. الحاجه الثانيه لعيب جريء ما بيخافش، عنده سرعات ومهاره كويسه. يعني بصوا برده الخريطه الحراريه بتاعته، واخد الجنب الشمال، هو اصلا كان بيلعب طول السنه اللي فاتت جناح يمين في العمق، وفي العمق ماتش الحاسم مع الجيش الملكي لعب صانع لعب، بس اكتر وينج يمين، كان بيلعب وينج يمين طول الموسم. زي كولر بيعمل ايه السنه اللي فاتت، حسين الشحات السنه اللي قبل اللي فاتت كان كلها ناحيه اليمين، هو وظفه ناحيه الشمال، نفس ده بيعمله برده مع رضا سليم، حطه ناحيه الشمال، عمل ازعاج. رضا سليم تسبب في انذار لباهر المحمدي، تسبب في انذار للاعيب الافريقي اللي هو في وسط الملعب، لعيب سريع بيديك نفس كده قدام، تحس ان الفرقه لا، وكمان بيعرف امتى يعمل مراوغه، مش اللعيب اللي هو بياخد الكوره واساس ان انا عايز ارقص عشان اخد مثلا، يعني عشان الجماهير تسقف لي، لا هو عارف امتى يعمل دريبلينج وعارف امتى يرقص، ودي شفناها. ارقامه يا احمد، ارقامه هو لاعب 81 دقيقه سجل هدف، هما كل اللي طلعوا صحيح لعب 81، لان كانت لقطه اليوم النهارده التغييرات، خمس تغييرات دي في الدقيقه 81، عمل 3 محاولات على المرمى منهم واحده صح. بيرسي تاو كان اعلى منه في حته المحاولات دي، بس لمس الكوره، لمس الكوره 45 مره، فاز بالتحامات ثنائيه، بص على النقطه دي مهمه قوي، كسب 5 من 8، فده دليل ان هو لعيب في حته الالتحام وفي الواحد على واحد كويس. مراوغات ناجحه 1، اكتر من حصل على اخطاء، قلنا ان هو تسبب في انذار لباهر المحمدي وكان واحد من الناس اللي تسببوا في حصوله على طرد. التمريرات 16 تمريره صح من 24، الدور الدفاعي بتاعه استعاد الكره 7 مرات، الانترسبشن مره يعني التدخل الدفاعي، وشتت الكره مره، فده دليل ان هو برده واحد من الناس المكاسب المكسب الكبير. بيرسي تاو اخذ رجل المباراه طبقا لرابطه الانديه، هو احرز هدفين، لعب 81 دقيقه، عمل 4 محاولات، اكتر واحد النهارده. دي الخريطه، هات الارقام في الصوره اللي بعدها هتلاقيه هو بيستلم الجايزه، كمل انت هو هيجيب لك. اتفضل. هتلاقي ان هو 4 محاولات على المرمى يا كابتن اسلام، اكتر واحد النهارده عمل محاولات كان بيرسي تاو، رضا سليم قلنا 3، بيرسي تاو 4 منهم 3 صح، صنع فرصه، فاز بالتحامات ثنائيه 3 من 7، وحصل على خطا، ودي صورته مع جايزه رجل المباراه. فالثلاثه دول بصراحه كانوا اعلى تقييم، سواء امام عاشور، رضا سليم، بيرسي تاو، اعلى تقييم النهارده. حلل الهدف الاول، واحنا هات لنا الهدف ماشي. الاول يا سمير لو سمحت. الهدف الاول للنادي الاهلي طبعا، يعني كمل وقف، بس كمل وقف هنا يا استاذ سمير ثانيه واحده، الكره الثانيه مين اللي راح خدها؟
احمد نبيل كوكا. الناس هنا ممكن ما تاخدش بالها من الحته دي، ان احمد نبيل كوكا ممكن لو لعيب تاني يرجع للشناوي على فكره. يعني وقف بس يا استاذ سمير ثانيه واحده، اي لعيب تاني ممكن يقول لك لا ده انا هتزنق لو لعيب كورته قليله. لا, لا لا مش لو كورته قليله، لو بيلعب بيمينه كمان ما كانش عمل كده. صح، كان هيقول ايه انا هرجع لورا للشناوي امام. ناس كتير النهارده سالت هو ليه لعب. هكمل هقول لك كوكا عمل ايه بقى. لا وقف وكمل، كمل يا استاذ سمير كمل. هتلاقيه عمل ايه، عمل اوفر بالمقاس جوه بالعرض، قدر ان محمود خلى محمود جادي يجبره ان هو دي وقف بس ثواني. مين برده اللي واخد الكره الثانيه؟ رضا سليم. الكره الثانيه النادي الاهلي في الماتش في اللعبه دي واخدها مرتين. هنا كانت واحده من العيوب في المباراه بتاعه اللي هي السوبر الافريقي، ان الكره الثانيه عندنا ما كانتش كويسه قوي. الماتش ده احسن، الكره الثانيه واحده من الحاجات اللي بتخلي الضغط العالي بتاعك مميز والاستحواذ بتاعك كويس. كمل يا استاذ سمير. هتلاقي رضا سليم شاط، بص بقى هنا وقف وقف وقف، ارجع ارجع ثواني، بص الاسكان اللي عمله امام عاشور الاول. امام بس وقف كمل وقف، بص امام عاشور هنا بيبص، اي واحد تاني برده كان ممكن ياخدها ويشوط، لكن امام عاشور لعيب برده جماعي عنده روح الجماعه، شايف ان رضا سليم في موقف احسن. طيب. حطها له بلمسه سحريه، بص اللمسه دي بوش الرجل رضا سليم، بوقف رضا سليم. رضا سليم حطها بوش رجله في الزاويه الضيقه على الحارس، في الزاويه اللي جاي منها الكوره عشان يثبت الحارس، ده اللي حصل بالظبط. فهنا الفينش بتاع رضا سليم واحد من الناس اللي شفناها بتلعب ضربات ثابته، بتلعب ضربات ركنيه في الفينش، ورجله على الجون حلوه رضا سليم. فالجون ده بصراحه جون مميز للنادي الاهلي. طيب الهدف الثاني كريم اتفضل. طبعا نروح للهدف الثاني، هنشوف بقى الهدف الثاني والهدف الثالث اكيد هما يعني بنتكلم على هدف واحد. الهدفين متشابهين للغايه. عدد التمريرات يا كابتن اسلام اللي عايز نركز على، يعني اتمنى لو معانا الهجمه من الاول شويه. معانا الهجمه من الاول يا سمير. هنا عايزين نقف ونبص على بيرسي تاو، عمل الحركه دي كتير قوي في المباراه، ممكن ما تبقاش باينه في الملاحظ. هو بيعمل ايه يا كابتن اسلام؟ بيرسي تاو بيبقى دايما داخل الملعب، هو بيسحب نفسه للخط ويعمل استريتش للملعب. ملعب برج العرب واحد من الملاعب اللي النادي الاهلي بيعرف يلعب عليها كويس جدا جدا، ودايما بتبقى اوبشن يعني اساسي وبرايورتي عنده وحاجه او فيها اولويه نلعب على الملعب ده زي استاد القاهره. ليه؟ ملعب واسع. لما انت النهارده بتخلي الجناح بتاعك ياخد الخط، انت بتمثل بتعمل مشكله بدنيه كبيره جدا جدا للمنافس بتاعك. والنهارده طبعا النادي المصري بصراحه اسماء كويسه، كابتن علي ماهر طبعا مدرب كويس، لما بدني مفيش، ما قدرش يجاري النادي الاهلي. بص الفجوه اللي قال لي كده كابتن حلمي. نعم حلمي كابتن حلمي طولان قال لي كده اول امبارح ما كان معايا. معلش بس لو نرجع ونشوف الفجوه في ما بين بيرسي تاو وبين حسين السيد. الفجوه دي تخلي بيرسي تاو عنده كل الاختيارات يعمل هو عايزه، عايز يرقص اوكي، عايز يعمل دريبلينج على خط الملعب ويعمل الكروس يعمل. هو بقى طبعا اختار افضل حل ممكن، هو يعمل 1 2 مع محمد هاني اللي خد عمل له اوفرلاب وخد المساحه ورا. طبعا كل لعيب نادي مصر نقف هنا ستوب بقى، هنا نستوب الحته دي ببساطه. اصلا مفروض ان المهاجم هو بيجري المدافع سابقه، لكن الحالة البدنية السيئة اللي فيها النادي المصري خلى بيرسي تاو سبق حسين السيد في المساحة البسيطة وقدر يخش داخل منطقة الجزاء، والجارية بتاعته خلته في موقف واضح جدا جدا ان هو انفراد. وحتى لاعب النادي المصري هو جاي من خط الوسط ما عندوش اعتقد مروان ده مهاجم رجع عشان كان ساعتها الفريق ناقص في العدد فكان بيساعد في الحالة الدفاعية. خلى بيرسي تاو عنده الأفضلية ان هو يلاقي الكرة. لو رحنا برضو للهدف الثالث اللي هو نسخة كوبي وبيست من الهدف ده، هنشوف ان بيرسي تاو بص ستوب معلش نرجع تاني معلش بس نقف هنا تاني. نفس الفجوه والمساحه الشاسعه ما بين بيرسي تاو وما بين حسين السيد. بيرسي تاو لحد ما بيحاول ان هو دايما يبقى فاتح الملعب لاقصى درجه، طبعا مع وجود امام عاشور نشوف النظره بيرسي النظره امام عاشور وبيرسي تاو بصوا لبعض، عرف ان هو هينطلق. عملها له حلو قوي جدا جدا الكره بصراحه بالسلو موشن كمان من الكاميرا الخلفيه كان شكلها حلو. وبيرسي تاو زي ما عمل في الهدف الثاني راح داخل ليه قلب الملعب، كره بنشوفها كتير جدا 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 مع مانشستر سيتي وبنشوفها مع برشلونه النهارده طبعا السيتي كسبان. مع ليفربول. نعم وليفربول دايما كل الجناحات اللي بتستلم خارج الملعب بياخدوا الكره ويخشوا للعمق ويروح شايط في الزاويه البعيده. وطبعا نجمنا محمد صلاح دايما كان مميز بنوعيه الاهداف دي. فالشكل ده عم شوف ده يا كابتن اسلام ده مش مهارات فرديه، لا ده كل ده جمل الفريق متدرب عليها. بيرسي تاو فتحه للملعب وعمله ستريتشنج وان هو يمط الملعب الى اقصى درجه، ده جزء من خلخله المنافس وبيخلي دايما
الفول باكس او الاثنين المدافعين اللي بيلعبوا قدامه دايما في حاله اجهاد مستمر. هدف الرابع يا احمد. الهدف الرابع تمام. الاول تجميع لعب من ديانج، ديانج بيباظ القفشه، قفشه هنا برضه اهو، مين اللي بينزل بيسقط بيتحرك في الزون 14؟ احمد عبد القادر. بص الكعب بتاع وقف. اولا طبعا الحمد لله على السلامه لكريم فؤاد. كريم فؤاد السلامه لاحمد عبد القادر واحمد عبد القادر طبعا، بس كريم فؤاد تحديدا عشان جاي من رباط صليبي وبقاله فتره. هنا احمد عبد القادر دايما مميز بالتحرك في منطقه الزون 14 اللي هي حوالين الدايره اللي احنا بنقول عليها دايما الزون 14. كريم فؤاد مميز دايما بان هو يعني بيتحرك للعمق، بيتحرك في المساحه اللي ما بين المساك والباك، دايما بيبقى فاتح على الطرف وبيخش لجوه. دي كانت ميزته في الموسم اللي فات لما كان بيلعب في بدايه الموسم. كمل وقف، هات الكعب بتاع عبد القادر ووقف عليه. بص جمال الكعب بتاع احمد عبد القادر ده، كعب عالمي، ثلاث لعيبه اتضربوا بتمريره واحده بالكعب العالمي ده. بص كمل تحرك بقى كريم فؤاد عشان يستقبل التمريره وبيشوط. طبعا محمود جاد حارس المصري اتعامل مع الكوره وراح هناك على السناعه تلف في البعيده فوقفت، اعتمد على التوقع، اتعامل معاه بشكل سيء طبعا فدخلت. لكن جمال الهدف ممكن يكون اتخض من الكعب، من الكعب بتاع احمد عبد القادر. ايوه ان هو اتفاجئ من الكعب ده فراح هوب. يعني نقدر نقول الحمد لله على السلامه لكريم فؤاد. واحد من مكاسب المباراه النهارده عودته. كريم هيديك حل، ممكن في الباك رايت، ممكن في الجناح اليمين. كريم فؤاد انا بشوفه زي رضا سليم بالظبط، يعني نفس النوعيه اللي هي التحرك بدون كوره، الجاري، التهديف على الجون. فالنهارده لما يبقى عندك رضا سليم وعندك كريم فؤاد، كمان الغيابات الموجوده، يعني النهارده بيغيب عنك كهربا، بيغيب عنك حسين الشحات، مروان عطيه ما بداش، وعمرو السلي، دول لعيبه كانوا اساسيين. فالنهارده ما تحسش ان بالغيابات دي، ما تحسش ان كهربا مش موجود، الشحات مش موجود. ده يحسب لكولر ويحسب في البدايه، وقدام فريق زي النادي المصري اعتقد ان ده يحسب برضو لمارسيل كولر. طيب برضو كريم النهارده او مش بدات في الظهور، هي الحقيقه موجوده للمباراه الثانيه على التوالي، ثنائيه امام عاشور ورضا سليم. طبعا واحده من الثنائيات اللي احنا بدانا نلاحظها في النادي الاهلي، ثنائيه رضا سليم وامام عاشور، خصوصا ان الاثنين بقوا هما بيعملوا دور بلاي ميكر. واضح قوي كمان ان مارسيل كولر السنه دي في وجهه نظري هيجري بعض التغييرات التكتيكيه في الشق الامامي. مثلا هنلاقي في اوقات كتيره مارسيل كولر بدا يفهم ان 85% من مبارياته في الموسم سواء محليا او افريقيا هو بيلعب قدام فرق بتلعب زون ديفنس، مظبوط، محدش هيفتح الملعب. طيب انا عشان اقدر انجح في الفوز بمباراه قدام فرق بتلعب بزون ديفنس، حتى شفت السنه اللي فاتت بيراميدز بهذا الكم من اللاعبين كان بيلعبنا زون ديفنس. انا النهارده محتاج حلين، محتاج يكون معايا مهاجم صريح هيدر اقدر اركز عليه في بعض الاحيان، وفي نفس الوقت بنزل لاعب مهاري بلعبه في العمق. شفنا مثلا تغييره صلاح محسن قدام اتحاد العاصمه، كان اساسها انه يلعب قدام كهرباء جنب كهرباء ويخشوا الاثنين يبداوا يخلخلوا هذا التكتل الدفاعي المعمول. النهارده قدام نادي مصر اكيد 100% تاني طرد بهر المحمدي سهل الامور كتير، لكن بنشوف احمد عبد القادر زي ما كان سيد بيشرح من شويه وهو لعيب جناح بيطلب منه مارسيل كولر انه يلعب في العمق. قفشه لما لعب هو عمل دور بتاع رضا سليم بعد ما خرج، هو بيعمل دور البلاي ميكر. واضح جدا 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 احد الاسلحه اللي هنشوفها كتير السنه دي هي اسلحه اللعيبه المهاريه او رقم 8 ورقم 10 اللي بيلعبوا مع بعض في قلب الملعب ويمرروا كتير وبنخترق من عمق الملعب. نفس الامر ده كنا بنتكلم عليه مين السنه اللي فاتت، سان داونز. سان داونز بيلعب بالطريقه دي بقاله سنتين دلوقتي، وبيحاول هو حتى لو انت بتعمل زون ديفنس انا هبدا امرر الكرات كتير فعمق الملعب لغايه لما هلاقي ثغره عندك. إذا الدنيا قفلت معايا بلجأ في التلت ساعة الأخيرة للكرات الطولية أو الكرات العرضية بس يكون معايا مهاجم صريح. فأنا بشوف أن رضا سليم وإمام عاشور من وجهة نظر الشخصية من أسباب اختيارهم من مارسيل كولر هو رغبته في تطبيق التاكتيك ده، وأعتقد هنشوفه كتير خلال الموسم ده. مودست في أولى مبارياته. مودست لسه اعتقد بقاله فتره ما بيلعبش، هو اخر ماتش ليه دخلت شفتها كانت 27/5 مع بروسيا دورتموند، يعني انت بتتكلم في 4 شهور، بقاله 4 شهور ما لعبش كوره، ما كانش بيتمرن غير مع فريق في الدرجه الرابعه، ما اتمرنش غير مرتين ثلاثه، لسه ما يعرفش اسماء لعيبه النادي الاهلي. فاعتقد ان مودست محتاج 5 أو 6 ماتشات عشان ياخد وقت. هو لمس الكوره 17 مره النهارده، ليه محاوله من ثلاثه، لو استعرضنا برده بس لقطه ليه او المحاوله اللي كانت ليه تحس ان هو برده محتاج لسه محتاج وقت. مودست من اللعيبه برده عنصر اللغه والتاقلم، اعتقد ان مودست من النوعيه اللي هي هتاخد
اربع خمس ماتشات بس. هو كامكانيات طبعا لعيب جاي من بروسيا دورتموند، محتاج بس صبر من جمهور النادي الاهلي. كريم الاهلي استفاد ازاي بقى من معسكر النمسا؟ طب شوف مودست بص هنا، دي الكوره هنا الضغط اللي بدا، وبعدين ده الانفراد. الانفراد ده اعتقد ان محمود جاد طلع اتعامل معاه بشكل كويس، كان ممكن يعملها شيب من فوق كانت هتبقى اسهل، ان هو برده يعني كان هيبقى. بص هنا الضغط بتاع ديانج، ديانج بيستعيد الكره الثانيه، مودست استلمها حلو وفتحها لنفسه، ولكن كان محتاج يحط شيب. اعتقد هو ما كانش متوقع ان محمود جاد هيتعامل معاه كده. هات اللعبه الثانيه، بص هنا ارجع ثانيه واحده يا استاذ سمير، هنا وقف. هنا الدور اللي جايبه كولر عشان اللي مودست جايبه ليه؟ عشان خاطر الحته دي، هو محتاج مهاجم بيكون يقدر يطلع عليه محطة. بالهجمه محطه هنا مودست اهو بيتحرك، ده الدور اللي هو جايبه عليه. طبعا مع الوقت ويجيب فورمه بدنيه ان شاء الله هيجيب مستواه، يعني هيبقى حاجه كويسه باذن الله للنادي الاهلي. طيب الاهلي نعم. استفاد ازاي يا كريم؟ بص يا كابتن، نقطه مهمه جدا جدا في موضوع المعسكر برضه، ان ناس كتير اتكلمت عليه. ماتش اتحاد العاصمه، هل حضرتك شفت النادي الاهلي عنده اي مشكله بدنيه بخلاف النتيجه السيئه؟ يعني يعني بدني، مكان بدني لغايه احنا لغايه اعتقد كان في حوالي اعتقد 10 دقائق وقت بدل ضايع في الشوط الثاني، فاحنا تقريبا لعبنا جيد. اقدر اقول لك جيد وقفين. في بدايه الموسم جيد واقفين. هو ده ميزه المعسكر. النهارده النادي الاهلي بيلعب يوم الجمعه، بيلعب في السعوديه، بيجي النهارده يوم الثلاث بيلعب في برج العرب، ويوم الاحد ان شاء الله عندنا مباراه في القاهره. فالنادي الاهلي معسكر ده مهم جدا 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 جدا، انه يحطك على اول مبادئ ان انت واقف على رجلك. ايوه النهارده شوف كده، اللي اتفرج على ماتشات الدوري، اللي اتفرج عليه مثلا، انا شفت ماتش نادي زاد مع نادي الاسماعيلي، نادي زاد واقفين بيلعبوا كويس فرق بدني واضح. الاسماعيلي بعيد تماما، نادي الاسماعيلي كان بعيد تماما 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 بدنيا. كابتن ايهاب قال كده، مش بتكلم فني، بتكلم بدني. صحيح. معسكرات اللي بتتعمل في الصيف ويبقى الفريق معاك مهمه للغايه وبتوقفك على رجلك. ثابت رايك في الكابتن محمد عادل النهارده بسرعه بس؟ لا كان حكم النهارده كان ممتاز بصراحه. لو جبنا لعبه الطرد حتى تفضل. ثواني هنستعرض لعبه الطرد، هنلاقي ان باهر المحمي هو طبعا الانذار الاولاني كان من رضا سليم. رضا سليم هو اللي اخذ يعني تسبب في انذار باهر المحمدي. واللعبه الثانيه كان مين اللي كان الثاني؟ كان امام عاشور. ادي اللعبه الاولانيه، ده رضا سليم، رضا سليم دي الثانيه، رضا سليم برده بيلعبها لامام عاشور. اعتقد الناس تقول لك طب ليه اداله انذار؟ دي يا جماعه اسمها هجمه واعده، لعيب رايح انفراد بهجمه واعده، يعني رايح انفراد يعني هيروح بالكوره وفيها عنف طبعا، بس هي هجمه واعده، يبقى انذار ثاني. وباهر كان معاه انذار وطرد. اعتقد ان الكابتن محمد عادل ادار المباراه النهارده بصوره جيده جدا، وضعا في الاعتبار ان هو كان لسه محكم مباراه خطيره للغايه في تونس، مباراه صعبه جدا، النجم الساحلي والجيش الملكي. بص هنا دي اللعبه الاولى، رضا سليم الحته اللي احنا بنتكلم فيها ان هو بيعرف يجيب فاولات، لعيب سريع يعرف يجيب انذارات للمدافعين. طيب فلا بصراحه قدم مباراه كويسه الكابتن محمد عادل. كريم انطلاقه الدوري مع التحكيم بقى. نعم انا احيي جدا الكابتن محمد عادل بصراحه على الجهد اللي عمله، لكن بصراحه ده صوره ايجابيه، لكن كان في صوره سلبيه جدا جدا في مباراه، اللي شايف مباراه زاد والنادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي تم احتساب له ركله جزاء، والله العظيم انا ما اعرف اتحسبت ازاي، والفار راجعها. يعني كابتن ابراهيم نور الدين اوكي، هو ربما يكون اختلق عليه ان حصل، يعني كان لاعب زد اعتقد اسمه قطه، وكان اعتقد محمد الشامي من النادي الاسماعيلي. لا مش محمد الشامي، اسف، كان والله ما فاكر اسم اللاعب. المهم يعني سوقي حصل ما يشبه يعني ان زقه من عند رجله، يعني اختلق ليه هذا الامر، وقف رجع الفار. مستحيل كل الكاميرات اللي جابت اعاده اللعبه دي تؤكد ان هي مش ركله جزاء. السؤال هنا بيريرا، واحنا اتكلمنا كتير عليه السنه اللي فاتت وتوقعنا السنه دي يكون في شكل مختلف. السؤال هنا بجد والله، طاقم التحكيم النهارده اخطا، كابتن ابراهيم نور الدين اخطاه خطا جسيم. السؤال هنا ايه شكل التعامل مع الاخطاء؟ هيبان اهو، احنا اهو من اول اسبوع بنرصد. النهارده كان في مش خطأ مع الاهلي كمان بس. من لا ما هو على الكل، الكل النهارده في خطا جسيم حصل، ونادي زد كان له ركله جزاء في الشوط الاول ما فيهاش 1% شك. مدافع النادي الاسماعيلي شال الكوره بايده بتعمد واضحه، حرك ايده تجاه الكوره زي القانون ما بيقول، وكابتن ابراهيم نور الدين راجع الفار قال له لا مش بنالتي. فدول النهارده امرين انا شفتهم صراحه كابتن اسلام استعجبت جدا، وواضحين يعني ايه المشكله فيهم؟ ده انت معاك اعاده. انا نفسي افهم بس اللي قاعد على الفار شفت ايه مختلف عن اللي احنا شفناه؟ يعني ساعات بيتقال لي لا ده خلي بالك ده الحكم الفار عنده كاميرات كمان ازيد من اللي انت بتشوفه في التلفزيون. انا بصراحه امانه
حاجه غريبه جدا. ومن الاسبوع الاول اهو احنا بنرصد بعض الاخطاء لان احنا نتمنى كده ما نعيد موسم كلاتنبرج. اكتب بس من النهارده عشان نبقى شايفين او عارفين ايه اللي بيحصل عشان هنرجع للكلام ده مره تانية اكيد. اكتر حاجه ايجابيه شفتها يا احمد في الدوري او مع بدايه الدوري؟ مع بدايه الدوري اعتقد ان النقل التلفزيوني كان كويس جدا، الكاميرات، التصوير، والصوره جميله، الصوره بصراحه ممتازه. والنقل التلفزيوني هاي للملاعب برده كويسه، يعني ملعب الجهاز الرياضه العسكري، ملعب طلائع الجيش، ملعب كان كويس جدا في مباراه الافتتاح. بس اتمنى ان هم يحافظوا على جوده الملاعب، يعني ممكن الملعب ده بعد ثلاث او اربع شهور تلاقي الارضيه خلاص بيلعب عليه خمس وانا اعتقد بس كان في غلطه، الاسم الاهلي كان مكتوب غلط. الاهلي ASC مش AFC. هي بس يعني حاجتين سلبيتين. اول حاجه انا شايف بصراحه التعليق على الماتشات يا جماعه بصراحه لا، محتاج نعمل مسابقات، لازم يكون في مسابقات شويه. التعليق يا جماعه مهم، لما المعلق بيكون ممتاز انت بتقعد تتفرج على الماتش، فدي نقطه بصراحه انا شايف ان النقطه دي بس محتاجه تتطور. المعلقين في مصر محتاجين ان احنا نطور شويه او نحاول نعمل مسابقات، دي حاجه مهمه. يعني دي شايفها برضو ان محتاجه تتعدل. اعتقد ان ده يعني ابرز سواء ايجابيه او سلبيه. اخيرا يا كريم، شفت بدايه الدوري ازاي؟ يعني اتمنى طبعا اكيد ثلاث ماتشات، يعني ثلاث ماتشات لغايه دلوقتي بصراحه ماتشات. يعني شفت تابعت بعض من لقطات ماتش طلائع الجيش والبنك الاهلي. كريم بامبو كان هيجيب هدف عالمي عالمي في القايم يعني. ونادي طلائع الجيش عمل مباراه ممتازه، وشفت كريم طارق عمل مباراه حلوه قوي بصراحه، عجبني. مباراه زد والاسماعيلي برده كانت مباراه حلوه من نادي زد بصراحه. الشوط الاول يعني اول 10 دقائق كابتن اسلام، اول 10 دقائق خمس فرص صح، يعني فرصه بواقع فرصه كل دقيقتين. فالفرق اعتقد فيها مؤسسات طبعا هو تم انتقادها كتير، لكن خلينا نتكلم بصراحه، عندهم امكانيات، عندهم فكر، ما بيفكروا كويس، بيخططوا بشكل كويس، عشان كده هم برضو بيظهر شكلهم في الملعب بشكل كويس. انا اشوف دي كلها ايجابيات ان شاء الله تبقى مبشره للدوري. ان احنا نتمنى بقى كمان بصراحه الجماهير تزيد شويه، احنا وصلنا 10,000، فاتمنى ان الجماهير توصل للدرجه دي. واتمنى طبعا ان شاء الله باذن الله خلال الفتره الجايه الاخطاء التحكيميه تقل. بكل امانه واحده من الامور اللي بتعكر صف اي بطوله هو الاخطاء التحكيميه الفجأة. ممكن في اخطاء تحكيميه بسيطه، انما خطا تحكيمي فج ده بصراحه بيبقى مستفز جدا وبيخلي شكل الدوري مش كويس. اتمنى ان انا وجهه نظري اتمنى ان يعود الجمهور مره اخرى بشكل اكبر من كده بكتير جدا، وان شاء الله ده يحدث خلال الفتره اللي جايه. ونداء لرابطه الانديه الاستاذ احمد دياب، النائب احمد دياب، وكابتن عماد متعب وبقيه الموجودين، محتاجين جمهور اكتر خلال الفتره اللي جايه، لانه هيبقوا متواجدين وبكثافه عاليه ان شاء الله خلال الفتره القادمه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا احمد. شكرا يا كابتن على وجودك معانا. شكرا جزيلا. انا بشكرك كريم. شكرا جزيلا على وجودك معانا. كانت هذه حلقة اليوم. ألف ألف مبروك للنادي الأهلي في بداية الدوري وفوزه المهم جدا. ننسى بقى هذه المباراة ونبتدي من بكرة نفكر في مباراة سان جورج الأسيوب إن شاء الله يوم الأحد القادم. إذن أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير.